طبعا معانا جزء هيبقى اونلاين، هيبقى المحاضره يعني جزء اونلاين وجزء فيزيكال، اللي حابب ان هو يبقى حاضر. و بشكل عام يعني ما فيش مشكله ان حد يبقى حاضر فيزيكال في محاضره واونلاين في محاضره ثانيه، يعني ده برضه اختياري. اوكي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء الخير يا جماعه، اهلا بيكم في كورس البي ام بي باعتماد البي ام اي اللي بتقدمه برامج خدمه المجتمع والتعليم المستمر في الاكاديميه العربيه للنقل البحري. ان شاء الله يكون كورس موفق لينا جميعا، الناس تحصل على، كل واحد يحصل على التارجت بتاعه والاوبجكتيفز بتاعته من الكورس ده. خلينا كده هندردش شويه الاول، ناخد كده يعني انترودكشن الاول عن الموضوع كله بصفه عامه، وبعدين هنبدا نتكلم على الاكسس كيز بتاعه الكورس اللي المفروض انها تكون وصلت لحضراتكم او هتوصل لحضراتكم الاسبوع دوت. والنهارده ان شاء الله هتبقى يعني كده انترودكشن من خارج الماتيريال بتاعه البي ام اي، عشان بس نبقى الايند يعني مع الماتيريال. استاذنكم الاول كده قبل ما نبتدي نتكلم في المواضيع ديت، ان انا اولا هقدم نفسي وبعدين حضراتكم يعني كده كل واحد هيبقى ان بريف يعني يبدا يتكلم برضه ويديني كده الاسم والوظيفه الحاليه يعني والتارجت من الكورس ان شاء الله. طيب، انا عميد مهندس ياسر عماره، انا خريج كليه دفاع جوي 1992، بكالوريوس هندسه كهرباء قسم اتصالات من جامعه اسكندريه 94، بي ام بي سيرتيفايد من 2017، تي او تي بروفيشنال ترينر من الاكاديميه هنا في 2018، وفي 2021 مع حصول الاكاديميه على الاعتماد الخاص بالبي ام اي انا ايضا حصلت على اعتماد البي ام اي كاوثرايزد انستراكتور للبي ام. الاكسبيرينس طبعا يعني انا زي ما انتم يعني زي ما قلت كده، انا قوات مسلحه اساسا، انا كنت بشتغل في سلاح الدفاع الجوي لحد 2017، تقاعدت على رتبه العميد، ومن الوقت دوت بدات اشتغل كانستراكتور البي ام بي والبريمافيرا هنا في الاكاديميه، بالاضافه ان انا حاليا مدير تنفيذي لاحد شركات القطاع الخاص اللي بتعمل هنا في مصر. طبعا البيانات بتاعتي هتبقى متاحه مع حضراتكم، الايميل، ارقام التليفونات، اللينكد ان بيج، الفيسبوك بيج، الكلام ده كله موجود مع حضراتكم، وان شاء الله يعني يبقى زي ما نقول كده كورس موفق كده مع بعض، ونكون عند حسن ظنكم ونكون فعلا هنقدم لكم الحاجه اللي انتم جايين تحصلوا عليها. استاذن حضراتكم هنبدا بالتقديم النفسي، هنخلي بس الناس اللي معايا حاضره في الكلاس هنا هتبدا تقدم نفسها، انا معايا ثلاثه مش اكتر، وبعدين نبتدي على الجروب اللي اونلاين. تمام، اتفضل اتفضل يا باشمهندس. اوكي، ليتس فيرس طريقة. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. تمام، اوكي. صح؟ طيب، الله المستعان. ماشي، باشمهندس اتفضل. شوف حيلك. تمام، على خير ان شاء الله. هندسة، هاي.
يعني اشتغلت من بشمهندس هندسه طيران صيدل ايه تمام انا بحضرتك معلش احنا الدارج ان احنا نقول باشمهندس على اعتبار بس ملهاش علاقه خالص الكورس ملوش علاقه بالهندسه خالص احنا البروجكت مانجمنت ده يعتبر كارير منفصل خالص عن كونه انها هندسه او غير هندسه ايه اهلا بحضرتك باشمهندس اوكي مرحبا بيكم كمان هي هتبقى الناس طالعين كتير جدا بالنسبه لنا على فكره بنقول كتير من الكورس دلوقتي بقى في يروح الاستاذ ولا حاجه السلام عليكم ايه اهلا بحضراتكم جميعا منورنا احنا زي حضرتك عارفين احنا معانا ناس اونلاين برضو وانا قلت قبل ما حضراتكم تيجوا اللي حابب ان هو يبقى محاضره فيزيكال ومحاضره اونلاين مفيش مشكله يعني مفيش ما يمنع ان حد يبقى حاضر اونلاين وبعدين الاسبوع الجاي يبقى موجود في الكلاس هنا او العكس مفيش مشكله فيها خالص. ايه؟ طيب معانا كده يا جماعه اونلاين هو بس الصوت عند حضرتك بيقطع ساعات فانا مش انا سمعت اسمي بس ما سمعتش حاجه قبل كده طيب ما لا هو بس كان الجروب اللي معانا هنا في الكلاس كان الناس بتقدم نفسها يعني بنتعرف على بعض اوكي فبرضه هنبتدي دلوقتي الجروب اللي معانا اونلاين ان هو برضه هستاذن حضراتكم حد واحد واحد كده نبدا برضه الاسم والخريج ايه وشغال فين دلوقتي اتفضل يا باشمهندس اوكي تمام انا اسمي عمر صلاح انا خريج تجاره انجلش عين شمس ودلوقتي شغال في بنك القاهره ايه اهلا وسهلا اهلا بحضرتك اهلا وسهلا بيك اهلا وسهلا باشمهندس محمود العدوي تمام اهلا بك اتفضل يا فندم محمود العدوي خريج هندسه قسم اجهزه طبيه وحاليا في الهيئه المصريه للشرق الموحد التابعه لرئاسه مجلس الوزراء. اهلا بحضرتك اهلا وسهلا. تشرف. في ايناس. انا ايناس عبد الفتاح خريجه تجاره منوفيه ودلوقتي انا شغاله في بنك القاهره. في اهلا بحضرتك. اهلا بك. شوان شادي. مساء الخير يا فندم مع حضرتك شادي عمر خريج هندسه نظم محاسبات كنت بشتغل في جريده العرب القطريه وحاليا انا موجود في مصر ولسه ما يعني ما فيش مشاريع جديده الفتره اللي احنا فيها دلوقتي اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك كريم مساء الخير انا كريم صلاح الدين بكالوريوس هندسه قسم ميكانيكا مدير انتاج في الشركة المصرية الألمانية لصناعة أعداد المياه في العاشر من رمضان. أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك، أهلا بشمهندس. أهلا بحضرتك. طيب نانا عصام. السلام عليكم، أنا نانسي عصام خريجة كلية علوم، ميجور كيمياء ماينور فيزياء. كنت ماسكة إدارة خليل لمدة 5 سنين. بعد كده اشتغلت في شركة انترناشونال كوزماتيك، بعد كده اشتغلت في النقل البحري وحاليا أنا باخد كورس ألماني ووصلت لحد بيتس فاي. أهلا يا فندم بحضرتك. أهلا وسهلا. علا جمال. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. أنا اسمي علا جمال تجارة خارجية جامعة حلوان وشغالة حاليا في بنك القاهرة. أوكي أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. طيب فاضل معانا مش عارف بقى مس ولا مستر ايفون السلام عليكم عليكم السلام احمد مصطفى ابراهيم فندم مع حضرتك خريج معهد فني صناعي قسم قوم تنفيذ من 2002 وعندي شركه مقاولات وداخل الكورس عشان يعني انمي من مهاراتي طبعا
واعرف قد ايه المشاريع القادمه باذن الله ان شاء الله. تمام، اهلا بحضرتك. شركه مقاولات كابيتال هاوس. اوكي، اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. اوكي طيب جماعه، هستاذن بس حضراتكم ان الجروب الاونلاين يعني لو احنا حضرتك مش بتتكلم معايا او كده خلي المايك يبقى مقفول على اساس يعني ما يبقاش في اي اصوات خارجيه تدخل على المحاضره بتاعتك. انا بعيد الترحيب تاني بيكم جميعا يا جماعه، وخليني الاول كده اوضح الجزئيه اللي كان عليها امبارح كلام، الحته بتاعه التسجيل او التسجيلات بتاعه المحاضرات. حضراتكم عارفين طبعا ان الكورس دوت باعتماد البي ام اي، بالتالي البوليسي بتاعه البي ام اي هي اللي احنا مضطرين ان احنا نلتزم. البي ام اي بيفرض عدم تسجيل المحاضرات اللي هي المعتمده بتاعته، وان ما يحصلش شير لاكثر من جزء من المحاضره المفترض ان هو لا يتعدى ساعه. لو حد فات جزء من المحاضره ما نقدرش كاكاديميه بمزاجنا، ولكن ده البوليسي بتاعه البي ام اي ان احنا نشير اكثر من ساعه. جزئيه الحته دي يعني ممكن هنتكلم فيها، حته ساعه بقى ولا اكثر من ساعه مش دي القضيه. طيب هنقول طب احنا في حد فاته محاضره او حد ما قدرش مثلا ما استوعبش محاضره او كده، اللي احنا بنقدر نقوم بيه ان احنا المحاضره اللي بتفوت حد مننا افيلبل ان هو يحضرها مع اي كورس تاني لمده سنه. يعني طول ما الاكتيفيشن بتاع الاكسس كي بتاع البي ام اي موجود مع حضراتكم، كمان شهر، كمان شهرين، كمان ثلاث اشهر، عايز تاخد كل اللي فاتك تاني مع اي جروب تاني مفيش مشكله، ده بيبقى مجاني. خلاص انت بتدخل بتتواصل معايا تقول لي انا فايتني مثلا المحاضره الفلانيه، فانا هقول لك اوكي في جروب تاني شغال دلوقتي هياخدوا الحته ديت كمان اسبوع او كمان اسبوعين او كمان شهر، وعلى حسب المتاح ساعتها، وبالتالي هتبقى دي حاجه الاوفر اللي احنا قادرين ان احنا نعمله واللي بايدينا. اتفضل يا فندم. يا جماعه فمعلش عذرا، هو فعلا مش بمزاجنا ومش بايدينا حته الريكوردز ديت. انا حتى بعد المحاضره هبعت لكم على الجروب الورننج بتاع البي ام اي ان ده مخالفه البوليسي ديت ممكن اصلا تلغي الاعتماد بتاع الاكاديميه من البي ام اي، بالتالي يعني مش هتبقى حاجه كويسه ان ده يحصل بسبب حاجه زي دي. اتمنى تكونوا حضراتكم متفهمين للجزئيه ديت، وزي ما بقول بقى خلاص حد فاته حاجه مفيش ما يمنع خالص ان هو يحضر فيزيكال او اونلاين لمده سنه قدام، يبقى ما تشيلوش الهم زي ما بيقولوا. وكده كده اي حد محتاج اي حاجه حضراتكم يعني لسه هنتعامل مع بعض، انا ما بتاخرش عن حد في اي حاجه في اي وقت، سواء كجروب او سواء كان برايفت مفيش مشكله خالص عندي في الجزء ده. اوكي يا جماعه تمام، حد لسه عنده مشكله في الحته دي؟ اتفضل. هنقول تستعجليش لسه هنتكلم. طيب حد يا جماعه وصل له الاكسس كي بتاع ال الكورس من البي ام اي ولا لسه؟ محدش وصل له خالص لسه. اتفضل. لسه اوكي. طيب ساره او ريهام معانا؟ يسمع حضرتك يا دكتور. اوكي ريهام، ايه الاخبار الاكسس كيز بتاعت الجروب دوت؟ هو يعني ممكن على ان شاء الله الاسبوع الجاي توصل لنا، هما بس عشان كمان في يعني مسجلين بفترات متفاوته ما بين كل حد، فاحنا مستنيينها ان شاء الله على وصول الاسبوع الجاي ونبعتها لحضراتكم. طيب هستاذنك بس ان هو ان شاء الله يبقى قبل محاضره الجمعه الجايه، احنا كده كده عشر ان شاء الله المحاضره ديت بتبقى انترودكشن وما بنحتاجش فيها الماتيريال بتاعت البي ام اي، ولكن تمام. يعني يبقى ان شاء الله قبل الجمعه الجايه تكون الاكسس كي مع الجروب. اكيد ان شاء الله يا دكتور. تمام، شكرا جزيلا. طيب احنا النهارده برضو من ضمن الانترودكشن اللي هناخدها الحقيقه ان احنا هنتكلم على الجزئيه بتاعه الاكسس كي. هبعت لحضراتكم الاجراءات فيديوز الخاصه بتفعيل الاكسس كي، بس بشكل يعني مبدئي خلينا نقول ان احنا من دلوقتي بغض النظر عن الاكسس كي محتاجين ان احنا ندخل على السايت بتاع البي ام اي ونعمل عضويه على البي ام اي.
العضويه المجانيه اللي هي بتتعمل بالميل. في ام اي في نوعين من العضويه، عضويه بفلوس اللي هنتكلم عليها انها بتدينا بعض الـ يعني المميزات اللي ممكن احنا نستخدمها لو احنا داخلين الامتحان، وفي عضويه مجانيه نقدر اي حد ان هو يعملها، مجرد ريجستريشن بالاسم والايميل على السايت بتاع بي ام اي، pmi.org ده الموقع. هندخل عليه كل واحد هيبدا يعمل العضويه ديت، لان احنا هنستخدم العضويه ديت مع الاكسس كي اللي هيجي. خلاص؟ طيب احنا لما هيجي لنا الاكسس كي هيبدا ان هو يطلب مننا او هيبقى مطلوب يعني ان احنا ندخل على الموقع الخاص بالتشويس اللي هو البلاتفورم بتاعت البي ام اي. البلاتفورم بتاعت البي ام اي اللي هي الchoice.com ديت، برضو مفيش مشكله ان احنا هنبعت لحضراتكم اللينك بتاعها. هيبدا ان احنا محتاجين نفعل الاكسس كي. خلاص انا هعمل دلوقتي كده بشكل سريع يعني تجربه تفعيل. احنا هندخل على السايت دوت، هبدا اعمل لوج ان، هيطلب مني يوزر نيم وباسورد. اليوزر نيم والباسورد مش الاكسس كي، ولكن اللي انا لسه كنت بقول لحضراتكم عليها العضويه بتاعت البي ام اي. يبقى انا هدخل العضويه بتاعتي على البي ام اي هي اللي تمثل اليوزر نيم والباسورد بتاعتي على البي ام اي اللي هي زي ما قلنا مجانيه، دي ما فيهاش اي مشكله. وهعمل لوج ان، هدخل بقى على البلاتفورم الخاصه بالبي ام اي. معلش بس عشان الشير اللي معانا دوت، شير سكرين دوت. اوكي هندخل على السايت بالمنظر دوت. عند حضراتكم طبعا الجزء اللي هو دوت مش هيبقى موجود، اللي هيبقى موجود بس هو الجزء الازرق اللي هو اد اكورس. خلاص ده الجزء الخاص بيا كانستراكتور، ده مش هيبقى ظاهر عند حضراتكم، ولكن اللي هيبقى ظاهر عند حضراتكم علامه الزائد ديت اللي هي اد اكورس. هندوس عليها هيطلب مني الاكسس كي. هو ده بقى الاكسس كي اللي هيبقى متبعت لحضراتكم. اول ما هتدخل الاكسس كي وهندوس انرول يبقى هيدخلني على الموقع بتاعي اللي هو البلاتفورم بتاعت البي ام ار. طيب الكي عشان نبقى عارفين، الكي لو حضرتك ما فعلتوش دلوقتي هيفضل ساري لمده سنه في اي وقت تقدر تفعله. خلاص طبعا مش منطقي بس انا بدي المعلومه كامله، بس ان انا طبيعي ان احنا في الكورس نفعل الكي عشان ندخل على الماتيريال بتاعت الكورس، ولكن انا بقول كمعلومه ان الكي مده سريانه ومده سنه. طيب لما هدخل الكي وافعل الكورس بتاعي مده تفعيل البلاتفورم بالاكسس كي ديت سنه. يبقى من ساعه ما هندخل الكي بتاعك على البلاتفورم هيبقى موجود معاك مده سنه، عندك امكانيه ان انت تدخل وتعمل اكسس على البلاتفورم بتاعت البي ام ار. خلاص؟ طيب البلاتفورم بتاعت البي ام اي ديت عليها الحقيقه هتبقى الماتيريال بتاعت الكورس بتاعت حضراتكم، اللي كل واحد من حضراتكم هيعمل داونلود للماتيريال ديت، هتنزل بي دي اف مكتوب عليها اسمك والسيريال بتاعك. ده ليه؟ ده عشان حقوق الملكيه الفكريه بتاعت الكورس من البي ام اي، يعني ده البي ام اي اللي عامل كده. وطبعا دي ممنوع ان هو يتعمل لها شير مع اي حد تاني، عشان في حاله ان هو حصل ان انا عملت شير للماتيريال ديت وشخص ما عمل فيا ريبورت مع البي ام اي، البي ام اي هقوم داخل وجايب الماتيريال ديت وعارف هي بتاعت مين، لان موجود عليه البيانات بتاعت الشخص والرقم بتاعه، وبالتالي هيبدا ان هو يبقى فيه بعض المخالفات على الشخص دوت، اللي قد يكون مثلا من ضمنها لو انا مثلا سيرتيفايد بي ام بي ممكن يوقف لي الشهاده. خلاص يعني هو ده دي الاجراءات اللي ممكن ان هو يعملها. ف ده مش مستحب ان احنا نعمل كده، وبالتالي مخالفه السياسه بتاعه البي ام اي فيما يخص العمليات بتاعه حفظ الحقوق الملكيه الفكريه للماتيريال الخاصه بالبي ام اي دي
هتبقى يعني خلي بالكم منها كويس قوي. ما ينفعش انها حد مثلا ينزل الماتيريال على الفيسبوك ولا على واتس ويبعتها لحد ويحطها في الجروب والموضوع ينتشر الولاد الحلال كتير. فيعني لو حصل زي ما بقول كده ان حد دخل وعمل ريبورت في حد ممكن ان هو يأذيه فعلا بسبب حاجه زي كده. اوكي طيب لما هندخل على الـ على الـ على الموقع بتاع البي ام اي هنلاقي ان احنا عندنا الماتيريالز او الريسورسز الخاصه بالكورس هقدر ان انا ادخل عليها وابدا اعمل لها داونلود. هتنزل معايا كل الماتيريال بتاعت الريسورسز. هنلاقي بعض الحاجات الثانيه اللي ممكن نتكلم فيها بعد كده، ولكن بشكل اساسي خلينا نقول الحاجات الاساسيه اللي هتبقى موجوده عندنا. هيبقى موجود عندي بعض الفيديوز اللي احنا اوريدي هناخدها مع بعض وهنستعرضها مع بعض خلال الكورس. هيبقى موجود عندنا بعض الفايلز اللي هتستخدم في سواء المراجعه او الكلام دوت. طبعا الماتيريال بتاعت الكورس يا جماعه هي البرزنتيشن بتاعت المحاضرات اللي احنا بناخدها، وكمان في حاجتين مهمين. في حاجه اسمها البي ام بي بريب اللي هو كتاب عامله البي ام اي بيشرح الماتيريال، بالتالي ده معاون يعني بالنسبه لكم ان انت مش بس الشرح بتاع الكورس اللي انا بقوله، ولكن كمان حضرتك تقدر ترجع تخش على البي ام بي بريب دوت. كل سلايد موجوده عندنا في الماتيريال سلام عليكم. كل الشرح بتاع كل سلايد هيبقى موجود في البي ام بي بريب دوت، وبالتالي ده مصدر من المصادر الكويسه جدا في المذاكره. مع الكلام دوت كمان في البي ام اي او البي ام بي اكتيفيتيز، وده عباره عن كل تاسك احنا بناخده بيبقى عليه زي اكتيفيتيز على التاسك دوت على اساس شويه اسئله وشويه تدريبات على كل تاسك وعلى كل ليسون من الليسونز مجموعه من الاسئله الاساسيه على او للبراكتس على الليسون دوت بالكامل. تمام يا جماعه؟ مع بعض كده الجزئيه بتاعت التشويس مع وصول الاكسس كيز لحضراتكم. لو حد عنده مشكله في التفعيل او في اللي انا بقوله يقدر يكلمني في اي وقت على الواتس يتواصل معايا حد ارد عليه، يعني الموضوع ما فيهوش اي مشكله خالص ان احنا نعمل الجزئيه دي. طبعا نحاول ان احنا ما نغلطش في الاكسس كي، ما اديش الاكسس كي لحد تاني وبعدين افاجئ ان انا مش عارف افعله، لان هو هيفعل لشخص واحد فقط. عشان كده هيتبعت ان بيرسون لحضراتكم، مش هينزل على الجروب. كل واحد هيوصل له الاكسس كي بتاعه على الواتس من الجماعه ريهام او ساره الكوردينيتورز اللي معانا هنا في الاكاديميه. يا جماعه طيب ان شاء الله لما هنفعل الاكسس كي من اوائل الحاجات اللي احنا هنحتاجين ان احنا نعملها هو السيلف نوليدج تشيك. سيلف نوليدج تشيك هو عباره عن كانه اختبار صغير حوالي 20 او 22 سؤال. الاختبار دوت محتاجين ان احنا نعمله قبل الكورس. هتقولي هنختبر في الكورس قبل الكورس؟ هنختبر عشان نشوف احنا اخبارنا ايه في البروجكت مانجمنت. نجيب بقى 5 من 20، نجيب 3 من 20، ما ده حاجه مش ملهاش علاقه بالموضوع كتقييم، ولكن ده سيلف نوليدج تيست عشان انا اختبر نفسي واشوف. وفي زيه بعد ما نخلص الكورس برضو في اختبار تاني موجود هنا. يبقى احنا عندنا اختبارين، واحد بري كلاس واحد بوست كلاس، واحد قبل وواحد بعد. وبعد ان شاء الله ما نخلص الكورس هيبقى برضو هنحتاج ان احنا ندخل ونعمل البوست كلاس اكزام دوت، برضو نفس العدد من الاسئله، حاجه صغيره كده، ولكن المفترض ان ده يبين هو احنا دخلنا وخرجنا من الكورس زي ما احنا كنا بنجيب 5 من 20 وخرجنا نجيب 5 من 20، ولا كنا بنجيب 10 وبقينا بنجيب 20، وات ايفر بقى. كل واحد طبعا هيعكس مدى الاستفاده من الكورس بالنسبه لحضرتك. اوكي يا جماعه؟ اي اسئله في الجزئيه دي؟ تمام؟ اونلاين يا شباب، اي اسئله؟ طيب الصوت كويس؟ اونلاين؟ هو بس الصوت الدكتور كان فيه يعني في جزء ما سمعتوش، فلو بس ممكن الجزء بتاع الاكزام تاني. الجزء بتاع ايه؟ معلش انا مش سامع حضرتك برضه. ده عيب الاونلاين بقى. جزء الاكزام ده الجزء بتاع الاكزام اللي حضرتك كنت بتشرحه دلوقتي. اللي هو الاكزام في جزء من الاكزام بالظبط. طيب. اللي انا سمعته في الاخر ان هيبقى في تو اكزامز.
بس ما التصنيف بتاعهم بقى انا ما سمعتوش. هو مش اكزام بالمعنى الكامل للاكزام، هو تقييم حضرتك هتعمله قبل الكورس وبعد الكورس، ونتيجة الفرق ما بين التقييمين هيوضح لحضرتك مش لحد تاني انت استفدت من الكورس ولا لا. اوكي تمام. تمام كده؟ تمام. اوكي. علا تمام pmi.org ده اللي على الشات دوت. تمام هو دوت الموقع بتاع البي ام اي نفسه اللي محتاجين ان احنا ندخل نعمل عليه زي ما قلت ريجستريشن مجانيه ملهاش علاقه خالص بالعضويه المدفوعه الثمن، ولكن وملهاش علاقه بالاكسس كي زي ما قلت. خلينا نبتدي كده ندي يا جماعه انترودكشن سريعه عن الشهاده بتاعت البي ام بي والجهه المنحه للشهاده ديت قبل ما نخش في الكورس خالص. اولا الجهه المنحه لشهاده البي ام بي هو البروجكت مانجمنت انستتيوت، معهد اداره المشروعات. المعهد دوت موجود في بنسلفانيا في الولايات المتحده الامريكيه، انشئ سنه 1969. الهدف من المعهد دوت او دوره ايه؟ يعني ان هو بيحاول ان هو ينشر الستاندرز الخاصه بالبروجكت مانجمنت بتاعه امريكا باعتبار انها الدوله يعني المسيطره على مستوى العالم، بحيث ان هو اللي بيحط الستاندرز الخاصه بالبروجكت مانجمنت. طبعا في اماكن ثانيه ودول ثانيه ليها برضه المعاهد بتاعتها والكلام دوت، ولكن يعني من قوه امريكا بيستمد المعهد دوت قوته، وبالتالي الشهاده بتاعه البي ام بي كمان بتستمد القوه بتاعتها من الجزئيه دي. عدد الاعضاء الممبر للبي ام اي، ودي العضويه اللي هي مدفوعه الثمن وهنتكلم عليها كمان شويه، يعني يكاد يصل الى حوالي 700,000 على مستوى العالم. السايت pmi.org ده الويب سايت اللي احنا محتاجين ندخل عليه زي ما قلنا عشان نعمل الريجستريشن بتاع المجانيه العضويه المجانيه بتاعه البي ام اي. طيب الحقيقه ان البي ام اي رغم ان هو يعني يشتهر بالشهاده بتاعه البي ام بي، ولكن الا ان هو بيدي مجموعه ثانيه ايضا من الشهادات. زي ما قلنا اشهرهم هي شهاده البي ام بي، وهنلاقي يعني حسب اخر الاحصائيات 30/4/22 عدد الحاصلين على شهاده البي ام بي على مستوى العالم الرقم دوت 1.25 مليون تقريبا، 1.26 مليون. رقم حلو ولا قليل ولا كبير؟ طب كويس. ها شايفينه قليل. اوكي هو حقيقه قليل كمان لما نقول ان شهاده البي ام بي ديت موجوده من سنه 1984، يبقى احنا بنتكلم تقريبا دلوقتي في داخلين 40 سنه، يعني قربنا على 40 سنه، فده رقم قليل. طيب بس خلي بالنا برضو ما نتخضش قوي، هو الرقم القليل دوت لان ده عدد مش عدد اللي نجحوا في الامتحان. الرقم دوت يعكس الاكتف سيرتيفيكت، الشهادات المفعله. اصل شهاده البي ام بي بيحصل لها اكسباير، معلومه لازم نبقى عارفينها، بيحصل لها اكسباير كل 3 سنوات، تحتاج انها تجدد كل 3 سنوات لازم نجددها. خلاص؟ فلو حصل لسبب ما ان احنا ما جددناش الشهاده، هنتكلم طبعا على اجراءات التجديد ديت برضه، ولكن لو حصل ان سبب ما ان حد خد الشهاده وبعد 3 سنين ما جددش الشهاده لاي سبب يخصه، يعني هيبقى مش من ضمن العدد ده، بالتالي الرقم ده ما يعكسش عدد اللي نجحوا في الامتحان من سنه 84، ولكن يعكس عدد الشهادات المفعله النهارده او يوم 30/4 تحديدا. اوكي؟ طيب ايه الشهادات الثانيه اللي بيديها البي ام اي؟ الحقيقه عندنا مجموعه من الشهادات زي شهاده السكادولينج بروفيشنال. طبعا واضح الفرق الكبير ما بين الرقمين اللي موجودين عندنا. بيدي شهاده ايضا في الريسك مانجمنت، بيدي شهاده في البيزنس اناليسيس، بيدي شهاده في الاجايل، بيدي ايضا شهاده في البروجرام مانجمنت، وده هنتعرف عليه النهارده من ضمن الانترودكشن بتاعتنا. البروجرام هو الليفل اللي اكبر شويه من ليفل البروجكت، يعني كذا مشروع مع بعض ده بنسميه ليفل البروجرام.
واللي كمان اعلى منه ليفل البورتفوليو، مجموعه بقى من البرامج والبورتفوليو والبروجكتس ده الليفل البورتفوليو. عندنا كمان السي اي بي ام ديت، دي شهاده مشابهه لشهاده البي ام بي، ولكن الاختلاف ما بينهم هو حته الاكسبيرينس. شهاده البي ام بي بتتطلب 3 سنوات من الخبره في اداره المشروعات، الشهاده بتاعه الاسيت ان بروجكت مانجمنت ديت ما بتطلبش خالص اي اكسبيرينس، وبالتالي لو حد بيدرس حد في الجامعه ممكن ان هو يحصل على الشهاده دي. في بعد كده من الشهادات الجديده اللي ظهرت من بدايه يعني السنه اللي فاتت 2021، في السكرام ماستر او الاجايل سكرام ماستر، وفي الاجايل سينيور سكرام ماستر. دي شهادات جديده مع مجموعه ثانيه من الشهادات ايضا اللي بدا في ماي تطلعها حديثا يعني من بداية 2021، وكمان وخلال 22 في شهادات تانية كمان حضرت. طبعا يعني زي ما بقول الشهادة الأشهر اللي العدد بتاعها بيعكس نفسه هي شهادة البي ام بي اللي احنا بصدد الكورس بتاعها ان شاء الله. زي ما قلنا يمكن من الأعداد ديت نلاقي تقريبا من إجمالي الشهادات 91% من الأعداد هي رايحة في اتجاه شهادة البي ام بي. طيب ايه المتطلبات اللي احنا محتاجين تبقى عندنا عشان نحصل على الشهاده الخاصه بالبي ام بي؟ عندنا طريقتين. الطريقه الاولانيه يمكن اللي تخصنا اكتر، اللي هي ان انا اكون حاصل على شهاده جامعيه، دراسه جامعيه 4 سنوات. محدش قال هندسه بقى، محدش قال تخصص معين، اي شهاده جامعيه لمده 4 سنوات هي كافيه انها تحقق الشرط ده. الشرط الثاني هو ان انا يكون عندي خبره 3 سنوات 36 شهر، او لو بتترجم بالساعات كمان بيبقى 4500 ساعه. خلينا نقول 3 سنوات من الخبره في اداره المشروعات. مش شرط اكون انا مدير مشروع، ولكن اشتركت في اداره مشروعات، ودي مهمه جدا. واحنا بنملى الابلكيشن ازاي نصيغها هنتكلم في الجزئيه ديت ان شاء الله في اخر الكورس، عشان اجراءات ان احنا نملى الابلكيشن ازاي. الشرط الثالث هو ان انا اكون حاصل على دورة تدريبية مدتها لا تقل عن 35 ساعة في البروجكت مانجمنت، اللي هو الكورس اللي احنا بناخده بيغطي الجزئية ديت. الكورس دوت كمان باعتماد البي ام اي، وبالتالي بمجرد ان احنا بندخل الكورس نفسه بيسمع في الابلكيشن بتاعنا، لو حد دخل يملى الابلكيشن على طول هيظهر عنده الكورس بتاع البي ام اي. ايه الطريقة الثانية اللي يعني ما تخصناش، ولكن لو حد مش حاصل على شهاده جامعيه برضه ممكن ان هو يحصل على شهاده البي ام بي. احنا طبعا بنتكلم على مستوى العالم بقى، مش على مستوى الكالتشر بتاعتنا هنا في مصر. لو حد معاه هاي سكول، حد معاه دبلوما، ايضا يقدر يحصل على الشهاده ديت. الاختلاف الوحيد هيبقى ان سنوات الخبره بدل 3 سنين هتصل الى 5 سنوات. يبقى ده الاختلاف ما بين الطريقتين يعني، او الاسلوبين في التقديم. طبعا البي ام اي بيدعم التخصص الخاص بالبروجكت مانجمنت، على اعتبار ان البروجكت مانجمنت هو الداعم للاقتصاد العالمي. خلينا نقول كده، من غير بروجكت مانجمنت مفيش بروجكتس، من غير بروجكتس مفيش اقتصاد، مفيش دنيا بتتحرك وشغل بيتم، كل حاجه بتتم من خلال مشروعات. بالتالي الاهتمام بتاع ان احنا نفهم يعني ايه بروجكت مانجمنت، ونبقى ملمين بالاستخدام والتاسكس العمليات الخاصه بالبروجكت مانجمنت دوت، هيبقى مفيد ليك نمره واحد، وبالتالي ينعكس على الاورجنايزيشنز او الشركات اللي حضراتكم بتعملوا فيها. نمره اثنين، ينعكس الكلام دوت على الدول وعلى العالم كله، بحيث ان يتم الاداره بشكل احترافي لضمان نجاح المشروعات. ده اللي احنا بنسعى له. طيب السلايد دوت بيتكلم على النيو بي ام بي اكزام. هو الحقيقه مش نيو ولا حاجه، النيو دوت كان في بداية 2021 خلاص، يعني احنا دلوقتي عدينا حتة النيو دوت. الامتحان بتاع البي ام بي بقى يعتمد على ما يسمى التالنت تريانجل، مثلث المواهب اللي عامله البي ام اي، اللي هو بيحط فيه الثلاثة سكيلز الرئيسية اللي مفترض انها تكون موجودة عند اي مدير مشروع. اي بروجكت مانجر لازم يبقى عنده الثلاثة سكيلز دول. ايه الثلاثه سكيلز دول؟ اول واحده اللي هي التكنيكال بروجكت مانجمنت، اللي هو العلم الفني لاداره المشروعات اللي احنا هندرسه، ازاي ادير مشروع وابقى فاهم يعني ايه بادجت، ويعني ايه سكادول، ويعني ايه ريسورسز، ويعني ايه استخدم الكلام ده كله. ده المقصود بيه التكنيكال بروجكت مانجمنت. السكيلز الثانيه اللي هي الليدرشيب،
الليدرشيب هو اسلوب التعامل مع الستيك هولدرز، ستيك هولدرز اللي هم كل المعنيين بالبروجكت، اللي بيبداوا من اول التيم للتوب مانجمنت للكاستمر بتاعي للاند يوزر هيستخدم، اي حد ليه علاقه بالبروجكت بتاعي ده اللي بنسميه كلمه الستيك هولدر او الاكسبريشن الخاص بالستيك هولدر ده. كل دول اشخاص محتاج ان انا يكون عندي مهاره في التعامل معاهم، لان انا ما فيش مدير مشروع ما بيتعاملش مع حد. شفتوا حاجه زي كده بكده؟ ما اعتقدش. ما فيش حاجه اسمها مدير مشروع على نفسه يبقى مش مدير مشروع. مدير مشروع دايما عنده حد بيتعامل معاه، عنده تيم بيشتغل من تحتيه، عنده كاستمر، عنده مانجمنت، عنده سبونسر بيريبورت لي. لازم يبقى المنظومه دي كامله كلها موجوده، وبالتالي لازم يبقى عنده المهارات اللي يقدر ان هو من خلالها ازاي يتعامل مع الاشخاص ديت كبروجكت مانجر. ايه وده اللي بنسميه الليدرشيب. السكيلز الثالثه اللي هي الاستراتيجيك اند بزنس مانجمنت، ودي السكيلز بتاعت ان انا لازم ابقى فاهم انا مش مدير مشروع ومش شايف حاجه بره المشروع، انا لازم يبقى عندي رؤيه شامله للاستراتيجي بتاعت الشركه اللي انا شغال فيها. هي ليه اختارت المشروع دوت وعايزه تعمل ايه من المشروع، هتستفيد ايه من المشروع دوت، عشان انا وانا بادير احرص ان ده يحصل، احرص ان اللي الشركه عايزاه يجي من المشروع. يبقى بالتالي مش لازم ابقى انا، او ما ينفعش ابقى انا مدير مشروع وماليش دعوه بقى، هو خلاص انا الريسورس اللي معايا وبتكلم معاهم وخلاص. لا، لازم يبقى عندي الحته بتاعت استراتيجيك اند بزنس مانجمنت، ان انا عندي الرؤيه وعندي الفهم ايه الميشن بتاعت الشركه، ايه الفاليو، ايه الاوبجكتيفز اللي عايزه تتحقق من البروجكت دوت، هم مهم بالنسبه لهم نخلص الوقت ولا مهم البادجت ولا مهم الكواليتي ولا ايه المهم، عشان وانا بادير احرص ان دوت اللي يتحقق، وبالتالي الفاليو اللي هتعود من البروجكت دوت انها تحصل، ان احنا نحصل عليها لصالح الاورجانيزيشن. اوكي، طيب بدا الاختبار اللي هو الاختبار البي ام بي ان هو يعكس الثلاثه سكيلز دول، وبالتالي هنلاقي ان احنا الاختبار بتاعنا متقسم لثلاثه دومين. الدومين الاولاني اللي اسمه البيبل دومين، بيبل يبقى مين؟ يبقى اني سكيلز؟ اللي يبقى الليدرشيب. البروسيس دومين العمليات بتاعت اداره المشروعات، يبقى التكنيكال بروجكت مانجمنت. البيزنس انفايرمنت دومين، يبقى الاستراتيجيك اند بزنس مانجمنت. يبقى دول الثلاثه دومينز اللي احنا هندرسهم مع بعض، وكل دومين من الثلاثه دول بيتكون من مجموعه من التاسكس. تاسكس اللي هي مفترض ان انا كبروجكت مانجر ابقى ملم بيها، لان دي المهام بتاعتي اللي انا هقوم بيها اثناء البروجكت، ان انا اقدر استخدم التاسكس ديت اثناء الاداره. زمان كان الموضوع بشكل مختلف، كنا بناخد الامتحان كان متقسم على البروجكت مانجمنت بروسيسز جروب، عمليات اداره المشروعات، وكان الموضوع بيتم بشكل مختلف. بقى العمليات ديت بقت جزء اللي هي البروسيس، انما بقى في جزء اشمل اللي هو البيبل والبزنس انفايرمنت دومين. اوكي، طيب في حاجه كمان مهمه معانا، ان الامتحان في شكله الحالي بقى مقسوم 50% من اسئله الامتحان على المشروعات اللي بيتم ادارتها بالطريقه التقليديه اللي احنا بنسميها البريدكتيف، هنتعرف على الكلام دوت ان ديتيلز النهارده، ولكن 50% على البريدكتيف و50% على الاجايل والهايبرد. الاجايل والهايبرد هي طريقه اداره مشروعات حديثه، خلينا نقول مش بتصلح لكل المشروعات، ولكن التوجه ان احنا نروح في الاتجاه دوت بتاع الاجايل، لان الاجايل هي الطريقه اللي بتخليني اقدر اتعامل مع مشروعات حاده التغيير او حاده التغير. وارد جدا ان يحصل فيها تغيرات مستمره كل شويه، يبقى من الافضل ان انت تشتغل بالاسلوب بتاع الاجايل، وهنتوسع طبعا في الشرح اثناء الكورس في الموضوع ده. اوكي، طيب النسب المئويه، لان الثلاثه دومينز او الثلاثه سكيلز دول مش متساويين في الامتحان، ولكن احنا عندنا البيبل دومين عليها 42% من اسئله الامتحان، البروسيس دومين 50% يعني نص الامتحان، البيزنس انفايرمنت عليها 8%. يبقى ده التوزيعه بتاعت، وده طبعا هينعكس على عدد التاسكس، هلاقي التاسك اللي هنا غير اللي هنا غير اللي هنا حسب كل واحده من الثلاثه دول وحسب الويت بتاعها في الامتحان.
وزي ما قلنا 50% productive و 50% agile and hybrid. طيب learning topics بتاعتنا اللي هي زي ما قلنا طبقا لي الثري دومينز ثلاثة دول، كل دومين من دول بيتكون من مجموعة من التاسك. الكلام دوت موجود في الاكزام كونتنت اوتلاين اي سي او، ابعته لحضراتكم النهارده، ده من ضمن المنشورات بتاعه البي ام اي. لو حد حضراتكم حتى حابب ان هو يحصل عليه ده هتلاقيه على طول، تقدر ان انت تعمل له داونلود. ده اللي بيبين الكونتنت اوتلاين بتاعه الاكزام بتاع البي ام بي، اللي هيبدا يقول لك احنا الاكزام هيبقى معمول طبقا للثري دومينز، كل دومين حاطط لك النسبه المئويه بتاعته، وكل دومين كام تاسك وايه التاسكس بالظبط اللي احنا مفترض ان احنا نفهمها في كل دومين من الثلاثه دول. اوكي طيب شكل الامتحان اكيد ده حاجه لازم نبقى عارفينها. هو الامتحان عباره عن ايه؟ الامتحان عباره عن 180 سؤال، كان زمان 200 دلوقتي بقى 180، برضه يعني نجيب سيره زمان كده للمعلوميه بس. طيب ال 180 سؤال دول زمانهم قد ايه؟ 230 دقيقه، يعني أربع ساعات إلا 10 دقايق. أوكي؟ الفترة الامتحان ديت قابلة إن أنا ينفع إن أنا آخد فيها اتنين بريك. كل بريك ممكن آخده بعد كل تلت من الامتحان، يعني أنا عندي 180 سؤال، بعد أول 60 سؤال ما يخلصوا أنا ينفع إن أنا آخد بريك 10 دقايق، وبقول ينفع لأنه أوبشن، لو مش عايز يبقى هتكمل. خلاص؟ وبعد ال 60 سؤال التانيين هيبقى عندي أوبشن تاني إن أنا آخد برضه 10 دقايق بريك، وبعدين طبعا مفيش بريك بقى خلاص، هخلص اخر 60 سؤال وتمام. طب هو ليه اوبشن؟ اوبشن لان انا لو عايز اطلع البريك يبقى ال 60 سؤال دول لازم اعمل لهم سبميت. سبميت يعني مش هعرف بعد ما ارجع من البريك ان انا اشوفهم تاني، خلاص ال 60 سؤال دول انا قفلتهم وراحوا للبي ام اي وانا مش هقدر اراجع عليهم تاني او اقدر ان انا اشوفهم تاني. اوكي؟ طبعا المفضل دلوقتي ان احنا ناخد البريك باي حال من الاحوال. زمان كان الامتحان اربع ساعات وما كانش فيه اي بريك سبوت، وكان عايز اللي عايز ياخد بريك من وقت الامتحان، العداد شغال في وقت. طبعا في وقت. اوكي طيب طبعا هو بيقول لي هنا بس ان البيبر بيزد اكزام هاف نو بريكس. هو الامتحان شكله وده اللي موجود في مصر، اللي هو الشكل بتاع ان انا داخل اونلاين والامتحان موجود قدامي. وبالمناسبه الامتحان بيبقى متاح في اماكن معتمده، اماكن الاختبارات المعتمده من البي ام اي، موجود هنا في الجامعه الامريكيه في التجمع، وكمان متاح اونلاين فروم هوم، يعني انت ممكن تاخد الامتحان من البيت او من الشغل. خلاص بس بيبقى في مراقب بي ام اي بيخصصه بيستخدم الكاميرا بتاعه اللابتوب اللي انت شغال بيه ان هو يتاكد ان انت في اشتراطات معينه لازم تبقى موجوده في الاوضه، الباب مقفول، ما حدش يدخل عليك، انت نفسك ما بتبصش في حته ثانيه، انت قاعد مركز بشكل كويس، يعني في حد بيبقى قاعد، حد فعلا مش ماشين يعني، ولكن حد فعلا قاعد واحد او اكثر بيتاكدوا ان الشخص الممتحن دوت بيقدم او بيؤدي بالشكل المطلوب عشان الحفاظ على ان السيرتيفيكت بتاعت البي ام بي ما تبقاش مضروبه، ولا هي لو اتضربت يبقى هتفقد طبعا الويت بتاعها اللي موجود في السوق على مستوى العالم. اوكي؟ طيب الاسئله ال 180 سؤال دول اغلبهم ام سي كيو. مش عايز اقول كلهم وممكن يبقى يعني حته هو مش كلهم فعلا لان هم في اشكال مختلفه من الاسئله، ولكن اللي برضه حتى اللي مختلف هنلاقيه قريب شويه من الفكر ده. طيب الشكل الاساسي هو الام سي كيو مالتيبل تشويس كويشنز، وده بيبقى عباره ان هو بيديني سيتويشن ويبدا يحط لي اربع اجابات من ويقول لي اختار الاجابه الصحيحه من الاجابات اللي موجوده عندك، فانت بتختار اجابه واحده من الاربع. وبقول سيتويشن يعني الاسئله مش احنا الكورس مش حفظ، مش هنحفظ وندخل الامتحان في اللي حفظناه. هو بيعتمد، احنا قلنا ان احنا محتاجين اكسبيرينس، وهو معتمد كمان في الامتحان على ان انت عندك اكسبيرينس وان انت بتتعامل مع ناس وان انت بتدير مشروعات، وبالتالي عندك الكونسيبت بتاع ان انت تاخد تحط الاجابه من الفهم بتاع الجواب. اوكي؟ بس وذن اللي احنا درسناه. طيب الشكل الثاني من الاسئله اللي هو مالتيبل ريسبونس. يعني ممكن يديني مثلا بدل اربع اجابات يديني خمسه ويقول لي اختار اجابتين صح او اختار ثلاث اجابات صح.
او اختار الاجابات الصحيحه ويسيبني بقى انا اعيش مع نفسي. طبعا ده يعني تريكي شويه، خلينا نقول اصعب، انا بعتبره اصعب من ان انا ابقى عارف ان هو ما فيش غير اجابه واحده هختارها وخلاص. لو عندي بقى اجابتين او ثلاثه ممكن الموضوع يبقى اصعب شويه. طيب الشكل اللي بعد كده اللي هو الماتشنج، الماتشنج اللي هو بيديني تو كولومز، واحد يمين واحد شمال، واللي يعمل ماتش وصل حضراتكم ما بين اللي في اليمين والشمال. اوكي الشكل برضو اللي بعد كده اللي هو الهوت سبوت، الهوت سبوت بيبقى السؤال فيه تفاعل شويه، بيديني مثلا جراف رسمه من الحاجات اللي احنا هناخدها خلال الكورس، ويبدا يقول لك مثلا شاور بالماوس او سيلكت المكان مثلا اللي فيه اعلى ريسك، اللي فيه اعلى كوست، اللي فيه سكادجول فاريانس، وهكذا حسب السؤال نفسه انت بتشاور تعمل بلاك في حته معينه، وبالتالي هو بياخد الاجابه بالشكل ده. ماشي. طبعا fill in the blank برضه دي يمكن قليله قوي في الامتحان، ان هو يقول لك اكمل يعني، بس غالبا بيدي اوبشنز وتختار منها ان انت تكمل، ممكن يبقى كلمتين او حاجتين محتاج ان انت تحطهم في الاماكن الفاضيه ديت من الشغل. ماشي. بس بشكل اساسي لما اقول الام سي كيو نقدر نقول كده يعني 90% من الاسئله هي بتبقى رايحه في اتجاه الام سي كيو. ماشي. طيب قبل ما اتكلم على الكونتنت بتاعت الكورس، احنا قلنا ان الشهاده مش ساريه طول العمر، ولكن هي بتحتاج انها تجدد كل 3 سنوات. طب قبل ما اقول الشهاده، هو انا لما ادخل الامتحان مطلوب اجيب كام عشان انجح؟ حد يعرف؟ كام يعني كام السكور بتاع النجاح؟ 75%. حد يعرف رقم تاني؟ طيب الحقيقه ان هو البي ام اي ما بيقولش، يعني ما فيش رقم معلن من البي ام اي ان احنا ده التارجت اللي احنا محتاجين نحققه، ولكن بالخبره كده وبالاكسبيرينس والناس كلها بتتكلم في الرينج اللي حضرتك بتقوله من 70 ل 75%. طب هو ليه البي ام اي مش قايل؟ البي ام اي مش قايل لان ده رقم ممكن يختلف من امتحان لتاني على حسب سهوله او صعوبه الامتحان، يعني في امتحان صعب ممكن يبقى اللي يجيب 70% عاد، وفي امتحان سهل ممكن لا محتاج توصل ل 80% حسب الاسئله نفسها بتاعه الامتحان. وحاجه كمان ان احنا عندنا 3 دومينز، ما ينفعش اقفل 2 دومينز والثالث ما احلش فيه ولا حاجه وانجح، ده انا جايب 90% اهو ولا 93% من الاثنين دومينز بتوع ال 42 وال 50%، حلل كل الاسئله بتاعتهم صح، بس الدومين بتاع البيزنس ما حلتش فيه ولا سؤال، او حليت سؤال صح والباقي كله غلط. لا برضه مش هتعدي. يبقى لازم هو مش فكره بقى ان انا جايب كام سكور، ولكن ان انا محقق الاشتراطات بتاعه الامتحان بالكامل، هو بيختبر النولج الموجوده عندك وان انت ملم باللي هو عايزه، عايزك تكون ملم بيه بالكامل اللي هم الثري دومينز والتاسك بتاعتك. خلاص؟ طيب الشهاده لما بنحصل عليها احنا قلنا الامتحان بيبقى اونلاين على الكمبيوتر، طبعا في شكل الامتحان اللي هو البيبر بيزد ورقي، ولكن ده مش موجود هنا في مصر، واصلا متوقف من اول الكوفيد 19 ما ظهر، توقف موضوع الاختبارات الورقيه ديت، يعني الله اعلم بقى هترجع تاني ولا لا، بس سو فار يعني هي متوقف. طيب الامتحان اللغه الاساسيه هي اللغه الانجليزيه، بيبقى عندي وانا بعمل سكادول الامتحان دوت امكانيه ان انا اطلب ان في لغه مساعده تبقى موجوده معايا، وانا بريكومند ان ده يبقى موجود، اطلب لغه عربيه كمان في الامتحان. في الحاله ديت الشاشه بتاعت الامتحان او الشاشه بتاعت الكمبيوتر بتاعتي هتبقى مقسومه بالنص، نص ظاهر فيه السؤال بالانجليزي والنص الثاني ظاهر فيه السؤال بالعربي. طيب انا بريكومند ليه موضوع العربي دوت رغم ان احنا طول الكورس هنبقى بنتكلم بالانجليزي؟ لان وارد جدا ان اثناء الامتحان اقابل كلمه في سؤال ما عدتش عليا قبل كده او مش عارف معناها، احنا في الاخر مهما كان يعني مستوى الانجليزي وارد جدا ان ده يحصل، فيبقى عندك باك اب تقدر تبص عليه وتقدر ان هو يلحقك ان انت تبص على سؤال براوي، ممكن ده يساعد. مش يعني مش حاجه لازم اعتمد عليها خالص، انا بعتمد على الانجليزي وبعتمد ان احنا اصلا هنبقى ملمين بالاكسبريشنز ومعتقد حل الاسئله هيبقى انا عندي الالمام بالجزئيه بتاعت معظم المصطلحات اللي بتستخدم، ولكن فكره ان زي ما بقول كده ممكن وارد جدا يبقى في كلمه انا مش عارفها او مش بفهماني سؤال، فممكن ساعتها ابص على السؤال بالعربي واحاول يعني افهم منه وبالتالي اقدر اختار الاجابه المناسبه. اوكي الحل بالعربي انا طبعا ضد الموضوع دوت خالص،
يعني ما مش حاجه يعني ضد اللغه العربيه، ولكن الدراسه او الاكسبريشنز بتاعه البروجكت مانجمنت باللغه العربيه هتلاقي المواضيع شويه كده مش تمام وتقيله علينا، وحتى الفهم بتاعها هيبقى ممكن الكلام يبقى مش مفهوم بالنسبه حتى لو بالعربي. اوكي طيب احنا الكورس بتاعنا الكونتنت عباره عن ايه؟ عباره عن 5 ليسنز، دول الماتيريال اللي حضراتكم هتوصل لكم. ليسن 1 ده اللي هو بنسميه creating a high performing team، ده مدته ان شاء الله هنغطيه في حدود حوالي 8 ساعات. ليسن 1 دوت هو جزء من التاسك بتاعت البيبل دومين، يبقى مجموعه من التاسك بتاعت البيبل دومين هنغطيها في ليسن 1. ليسن 2 starting the project، وده يمكن الدرس الاطول شويه 10 ساعات، ده مجموعه من التاسك بتاعت البروسيس دومين. Lesson 3 doing the work 8 ساعات، باقي التاسك بتاعت البروسيس دومين، يبقى Lesson 2 و3 يمثلوا البروسيس دومين بالكامل. التاسك عندنا 17 تاسك، البروسيس دومين هنغطيهم من خلال Lesson 2 and 3. Lesson 4 هنرجع تاني keep the team on track، نرجع تاني نتكلم على people domain زي Lesson 1. واخيرا Lesson 5 keeping the business in mind، وده الجزء بتاع البيزنس دومين. يبقى 1 و4 البيبل دومين، 2 و3 البروسيس دومين، و5 هو البيزنس دومين. ماشي؟ اي اسئله يا جماعه؟ قلت كل حاجه معقوله؟ مفيش اي سؤال خالص؟ طبعا الماتيريال كلها تبقى معاك. انا برضو في الجزئيه ديت الماتيريال يا جماعه، انا في بعض الاضافات اللي بحطها من عندي على الماتيريال، عشان بصراحه الماتيريال بتاعت البي ام اي بتفترض ان اللي جاي ياخد الكورس ملم تماما بالبروجكت مانجمنت وجاي بياخد بس الكورس دوت عشان يدخل الامتحان. انا عارف ان ده مش الكيس عندنا هنا في مصر لناس كتيره جدا، وبالتالي انا بحاول ان انا ازود من عندي بعض الحاجات زي من ضمنها مثلا الانترودكشن اللي هناخدها النهارده، كلها هي مش موجوده من ضمن الماتيريال بتاعت الكورس، ولكن الهدف منها ان احنا نبقى عارفين نبتدي نتكلم في الكورس والماتيريال بتاعت البي ام اي بشكل مفهوم. كل الاضافات اللي انا عاملها على الماتيريال بتاعت البي ام اي هتوصل لحضراتكم. يبقى اي ليسون الماتيريال بتاعته البرزنتيشن بتاعته انا عامل عليها اضافات، هبعت لحضراتكم الاضافات عشان برضو ما ينفعش ابعت الماتيريال نفسها، ولكن ببعت الاضافات اللي على الليسون دوت او البرزنتيشن ديت. اي برزنتيشن احنا بناخدها بخلاف البي ام اي خلاص دي برزنتيشن بتاعتي انا، ما فيش مشكله خالص ان احنا نتداولها وان انا اشيرها للحضرات. اوكي كده يا جماعه؟ تمام؟ طيب محدش سالني هو الشهاده لما بتكسباير بنعمل ايه؟ هنمتحن تاني. صعب قوي. ها طيب الشهاده هي هيحصل لها اكسباير بعد الثلاث سنين، بس هي قابله للتجديد، التجديد من غير امتحان ثاني ولا حاجه. التجديد بيبقى ان انا مطالب خلال فتره الثلاث سنوات ديت ان انا احصل على 60 بي دي يوز بروفيشنال ديفلوبمنت يونتس، 60 نقطه. ال 60 نقطه ديت البي ام اي يعرف منها ان حضرتك ما خدتش الكورس او ما خدتش الشهاده وعلقتها على الحيطه وقعدت نمت في البيت. حضرتك استمريت في حاجتين، اتليست ان انت تحصل على مزيد من النولج في الثلاثه دومينز، الثلاثه سكيلز بتوع البروجكت مانجمنت. يبقى اي كورس حضرتك تاخده في اي مكان في اي حته في الدنيا ليه علاقه بالليدرشيب، ليه علاقه بالبروجكت مانجمنت، ليه علاقه بالبيزنس، اقدر ان انا ادخل على البيج بتاعتي على البي ام اي واقول يا جماعه انا خدت الكورس اللي اسمه كذا في المكان الفلاني، وكل ساعة في الكورس تعني 1 بي دي يو نقطة. ماشي؟ ده هو ده الطريقة الوحيدة؟ لا، ده أنا في طرق كتيرة بقى إن أنا أحصل من خلالها على البي دي يوز. أنا بقول خدت كورس، قريت كتاب، شفت برزنتيشن أو حضرت برزنتيشن عند حد، شفت فيديو على موقع من مواقع البروجكت مانجمنت أو خلافه. طرق كتيرة جدا أقدر من خلالها إن أنا أحصل على النولج ديت. حضرت مؤتمر، كل دي اشكال مختلفه ممكن ان انا اتكلم فيها. طيب هو بي ما يعرف منين؟
البي ام اي عامل حاجه اسمها الكود اوف ايثكس، قانون الاخلاقيات، اللي كل من يتعامل مع البي ام اي هو ملزم ان هو يتعامل بقانون الاخلاقيات دوت. اللي من ضمن قانون الاخلاقيات زي ما كنا بنقول في الاول هي حته الاحترام الكوبي رايت، ان انا ما ينفعش ان انا اعمل شير لاي حاجه بعمل لها كوبي رايت تخص حد تاني. طيب هو قانون الاخلاقيات دوت هنتكلم فيه طبعا او هنتكلم عليه ايضا خلال الكورس، ولكن من ضمن ما فيه ان هو حضرتك بتلتزم بالامانه وتلتزم بالصدق. انت راجل بروجكت مانجر، مفترض ان انت فيك صفات حميده من ضمنها الاخلاقيات، من ضمنها ان انا لما بقول حاجه مش بكذب، وبالتالي لما ريبورت على بي ام اي ما يعرفوش ان احنا موجودين يعني، بس لما بريبورت اي حاجه على بي ام اي انا بعمل تشيك على اندر كود اوف ايثكس، وبالتالي هو يفترض فيا الصدق، ويفترض اما اقول له قريت كتاب اسمه كذا مش هيقول لي تسمع لي الكتاب والنبي او يخش يختبرني في الكتاب، مع العلم ان هو عنده امكانيه حاجه اسمها اوديت، يعني ان هو يخش يتاكد لو عايز في حاجه معينه هو شك فيها ان هو يقول لك اثبت لي ان انت عملت كده. بس يعني في المجمل الطبيعي ان انا زي ما بقول كده اي حاجه من الطرق اللي انا قلتها في الحصول على النوليدج خلال الثلاث سنين بدخل وريبورت عنها، اقول له حضرت كورس في المكان الفلاني، واقوم مدخل له مثلا الايميل بتاع الانستراكتور وخلاص، وعايز 10 فيديوز حسب بقى هم ليدرشيب ولا بروجكت مانجمنت ولا استراتيجيك ولا خلافه. في بعض السايتس اللي بتبقى مربوطه بالبي ام اي اللي انا بمجرد بدخل على السايت دوت واعمل اتفرج على فيديو على السايت دوت مثلا مدته نص ساعه او ساعه، اوتوماتيك السايت دوت بينبعت للبي ام اي بالعضويه بتاعتك ان فلان دوت اتفرج على الفيديو دوت في المده ديت، وبالتالي يقوم حاطط لك الوان بي ديو بتاعت الساعه دي. طيب هو بس ان انا احصل على البي ديوز هو التعلم؟ لا، وكمان الممارسه ان انا اشتغل بروجكت مانجر، ان انا ادي الناس العلم اللي موجود عندي، ادي برزنتيشنز، ادي كورسز، ده برضو بيخليني احصل على بي ديوز، ولكن ليميت، يعني ما ينفعش اقول ان انا بشتغل وخلاص وما بزودش النولج اللي عندي، لازم اكون بزود نولج وبدي فيدباك. يبقى النولج اساسي لازم اكون بحصل عليها، وممكن اجيب ال 60 بي ديوز كلهم من ان انا بحصل على النولج وحتى لو ما بشتغلش، انما ما ينفعش احصل على ال 60 بي ديوز ان انا بشتغل وما فيش نولج، لا، علي ليميت ان انا اخري مثلا 24 او 32 مش متذكر بالظبط، ولكن نص مثلا بي ديوز وهيوقفك خلاص، مهما تقول له انا اشتغلت وبعمل وبدي كورسات هيقول لك لا شكرا، الباقي لازم تحصله من ان انت تحصل على نوليدج عشان تستمر وانت يعني اب تو ديت مع المتغيرات اللي حاصله في الدنيا. ماشي يا جماعه، جمعت ال 60 بي ديوز، الموضوع ده سهل جدا وزي ما قلت لكم اهو، يعني الموضوع ابسط من كده، مع ان ليه تجاره رائجه على الاونلاين والانترنت وعلى مستوى العالم، يعني يقول لك تعالى ادفع وهنديك بي ديوز، الموضوع ولا يستاهل اي حاجه من الحاجات ديت، حضرتك تقدر تحصل على 60 بي ديوز بمنتهى السهوله بمنتهى المجانيه، اي حاجه في اي مكان، قريت كتاب على النت تقدر ان انت تحصل منه على البي ديوز اللي معاك. طيب جمعت ال 60 بي ديوز دول، هيقول لك اوكي، طبعا هو برده قايم على الربحيه البي ام اي، هيقول لك ادفع الفيز بتاعه التجديد، بتبقى كل ثلاث سنوات لو العضويه بتاعت البي ام اي مش مفعله بتبقى $150، لو العضويه بتاعتي مفعله بتبقى $60. خلاص تدفع الفيز ديت، تقوم الشهاده بتجددها ثلاث سنوات ثانيه. ثلاث سنوات تجدد من تاريخ نهايه السيرتيفيكت الاولانيه، يعني انا ممكن اعمل الكلام دوت بعد ما اخد الشهاده، في خلال اول سنه جمعت ال 60 بليوز وقمت داخل دافع ثاني، تقوم طالع لي شهاده جديده فيها الثلاث سنين الاولانيين اللي عدى منهم سنه مثلا زائد الثلاث سنين الاخرى الجداد كمان. يعني هي مش مرتبطه ان انا اعمل الحركه ديت في نهايه السنه بتاعت او في نهايه التوقيت بتاع السنه، هي في اي وقت اثناء فتره السريان الشهاده تقدر تعمل البروسيس ده. اوكي؟ لو بقى ما دفعتش وما عملتش الكلام دوت بتدخل في حته بيديك سنه كده الشهاده بتبقى معلقه. معلقه يعني ايه؟ مديك فرصه، انت ما كملتش ال 60 بي ديوز كملهم، ما دفعتش ادفع فتره سماحيه. لو ما دفعتش او ما كملتش ال 60 بي ديوز بقى في فتره السماحيه ديت يبقى الشهاده هتبقى اكسبايرد، يبقى عشان تجدد لازم تعيد الامتحان من الاول تاني، تعيد الفحص كلها من الاول. ماشي كده؟ تمام؟
أي أسئلة يا جماعة؟ أوكي، طيب بصوا شباب، إحنا بنشتغل إزاي؟ إحنا طبعًا مدة الكورس إحنا أو مدة المحاضرة الواحدة 3 ساعات، لأن إحنا معانا ناس أونلاين، والأونلاين يعني يفضل إن إحنا ما بنزودش عن 3 ساعات ديت، لو كنا كلنا فيزيكال كنا ممكن نوصل لحد 4 ساعات. بس خلينا نقول 3 ساعات ديت رينج معقول، عشان مرة واحدة في الأسبوع يعني حاجة مريحة جدًا. مش مقبول مننا خالص ان احنا نيجي الاسبوع اللي جاي واحنا اللي خدناه الاسبوع دوت نقول ما لحقناش. يعني يا جماعه احنا ما خدناش حاجه اصلا، احنا خدنا 3 ساعات وقعدنا عليهم اسبوع كامل يعني. فده معدل يعتبر بطيء جدا في التقدم، ولكن كافي جدا بالنسبه لنا ان احنا نهضم كويس قوي اللي احنا بناخده. اوكي، طيب احنا خلال ال3 ساعات دول بننظم بالشكل الاتي. انا ما بحبش اشتغل نص الوقت وبعدين ادي بريك كبير وبعدين اشتغل نص الوقت تاني. فال3 ساعات هنشتغل مثلا 50 دقيقة وناخد بريك 10 دقايق إلى ربع ساعة لأقصى تقدير، ونرجع نشتغل 50 دقيقة ناخد بريك تاني صغير، وبعدين نخلص الجزء الأخير. يبقى احنا وزعنا البريك الكبيرة ديت على مرتين، ده خلانا مور فريش، بدل ما نيجي بعد ساعة نلاقي الناس بقت عاملة كده، والناس الأونلاين ممكن تكون نامت أصلا أو قامت وفقدنا التركيز تماما. يبقى احنا كل كده 50 دقيقة هنقوم واقفين وعاملين يعني بريك صغير للناس عشان يحصل الريفريشمنت. ماشي كده؟ زمن الامتحان اسف زمن الكورس، احنا بنتكلم في 3 ساعات، الكورس المفترض ان هو 40 ساعه، يعني بنتكلم في حوالي 14 محاضره، ممكن نوصل ل 15 16 كمان، لان انا زي ما اقول في شويه حاجات اضافيه، في حاجات زي المحاضره بتاعت النهارده، كل دي ممكن تبقى مش محسوبه اصلا من زمن الكورس. فبس هي المهم بالنسبه لي مش فكره ان احنا نخلص بدري، على قد ما المهم بالنسبه لي ان حضراتكم تستفيدوا وتطلعوا من الكورس دوت عندكم الاستفاده الكامله من ايه. طيب حد عايز يسال يا جماعه؟ باشمهندس اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك دلوقتي انا وانا حضرت مثلا مؤتمرات او حضرت معارض، دي بتفيدني في البوينت اللي حضرتك بتتكلم عنها؟ بريبورت انا حضرت مؤتمر بالظبط كده، وان انا اطلب ان المؤتمر دوت كان اسمه كذا في المكان الفلاني، بيبقى شويه بيانات على المؤتمر دوت، وان انا مثلا عايز 5 بوينتس، عايز 6 بوينتس تظهير المؤتمر دوت، وهو بيقول لك طب انت البوينتس ديت في ايه بالظبط؟ هتقول له بقى واحده من الثلاثه، هي ليدرشيب ولا هي بروسيس دومين ولا هي البيزنس انفايرمنت. يعني انا اللي بوجهه ليهم بناء على اللي انا محتاج اوصله. طبعا هو ما يعرف، هو ما يعرف. اوكي شكرا. اوكي غالبا بيابروف، يعني ما حصلش قبل كده ان انا شفت ان حد عمل ريبورت عن حاجه من الحاجات دي خالص، حتى لو كتاب قريته وهو داخل طالب منه عدد معين، بس ما يعني ما يبقاش فيه مبالغه، يعني ما ينفعش ان انا اقرا كتاب مثلا واقول له انا عايز 60 بريوز في الكتاب اللي انا قريته دوت، 20 في البيزنس و20، مش هيبقى منطقي. يبقى اللوجيك هو برضه لازم يبقى يعني هو اندر كود اوف اتكس، بس خلينا لوجيكس يعني، وخلينا نشوف الحقيقه والكتاب ده المفروض ياخد مني وقت قد ايه في القرايه مثلا. والله لو قريته على بعض وكده ممكن نقول هاخد مني 5 ساعات، يبقى خلاص انا هطلب 5 بوينتس، هطلب 6 بوينتس عشان الكتاب دوت على حسب. طبعا بالتاكيد لازم يكون التخصص بالكامل في اداره المشروعات في الثلاثه دومينز اللي احنا بنتكلم فيه. الثلاثه دومينز اللي احنا بنتكلم عليها. اوكي. طب هل حضور المعارض بقى ده يفيد برضه في البوينت دي ولا لا؟ حضور المعارض فيما تخص برضه اداره المشاريع وهكذا. كمعارض ان حضرتك بتدي برزنتيشن لحد، ولا بتحضر معرض عشان تطلع على احدث حاجات موجوده، يعني حضرتك موجود في المكان للاطلاع؟ والله يعني الحقيقه ما بنيش السيتويشن دوت قبل كده، بس ما فيش ما يمنع ان احنا نجرب حاجه زي كده ونشوف. انا بحكم شغلي انا معلش اسف ان انا اطول، بس انا محتاج بحكم شغلي ان انا بحضر دايما كل المعارض اللي موجوده من فرنتشر من ماشينز من حاجات زي كده بتخص شغلي، فبالتالي بتعرف على الحاجات الجديده كلها، ده بروح كتير جدا. طيب سؤال هنا يا باشمهندس، معلش انت حضرتك لما تحضر المعرض بتاع الفرنتشر بتستفيد ايه كبروجكت مانجمنت؟ بتستفيد ايه كليدرشيب؟ بتستفيد ايه كبزنس انفايرمنت؟ لو في حاجه بتفيدك يبقى انا خلينا اقول بقى هنروح كده بزنس انفايرمنت.
انت المعرض دوت هو الحاجه الوحيده اللي انت ممكن ان انت تفيدك بالنسبه لك ان انت الميت بالانفايرمنت بتاع البيزنس اللي حضرتك شغال فيه او الاورجنايزيشن شغال فيه. يبقى ده ممكن ان هو يديك ابروف على بوينتس. انما هتقول له انا حضرت معرض وعايز ليدرشيب هيقول لك مفيش علاقه. مفيش علاقه. واضحه؟ شكرا يا فندم. شكرا. تمام. شكرا. ايه مش عوالي اتفضلي. هسأل حضرتك بس يا دكتور يعني لو يتبعت لنا مرة تانية الخطوات بتاعت الأكسس واللينك اللي هو PMI choice ده. هبعتها على الجروب مكتوبة الخطوات كلها. خلاص تمام. مرسي لحضرتك. طيب هستأذن حضراتكم يا جماعة اللي رافع ايده نزلها عشان لو في حد تاني رافع ايده يبان قصادي على طول. تمام يا جماعة. أي أسئلة؟ طيب نطلع بريك. إيه رأيكم؟ ساعة دلوقتي 4:05 يعني عدد 5 كمان. خلينا نطلع لحد 4:15 خلاص ونرجع لك.
نبتدي يا جماعه. اوكي، في سؤال مهم على فكره محدش ساله، والامتحان بكام؟ ده سؤال مهم برضو. ده اهم سؤال ده. حد عارف الامتحان بكام؟ هو 555، بس مش هو اللي عدى الحقيقه، يعني هو هو الدولار اللي عدى. طيب الامتحان $555، ولو انا عامل العضويه بتاعه البي ام اي باخد تخفيض يبقى 405. طب هي العضويه بكام؟ ب $139، ما وفرناش كتير يعني. هي تقريبا يعني، بس عموما يعني بينصح ان احنا نستفيد بفتره العضويه. العضويه دي بتبقى سنه، وبرده لو عايز اجددها او مش عايز خلاص. اللي عايز يدخل الامتحان من الافضل ان هو يعمل العضويه، هياخد التخفيض كده كده، ويبقى هو استفاد بالعضويه فتره السنه. وطبعا العضويه بتبقى مفيده في حاجه، في حاجات ثانيه كتير، من ضمنها ان انا اقدر اعمل داونلود لكل البرزنتيشنز بتاعت البي ام اي في فتره السنه دي، اي تمبلتس، اي بقى حاجات انا منشورات بنزلها بي ام اي، اقدر ان انا اعمل لها داونلود وبستفيد منها، لانها برده بتنزل طبعا بحقوق الملكيه، بتنزل باسمي، عليها اسمي وعليها باسورد خاصه بيا وكل الكلام دوت، بس بقدر استفيد بالكلام ده كله. يسهل عليا الحصول على البي دي يوز اللي انا محتاجها بعد كده. يعني يعتبر برضو البي ام اي بالعضويه بتاعته مصدر مهم جدا في الريسورسز الخاصه بالبروجكت مانجمنت. اوكي، هو باشمهندس بينزل معارض يتفرج يشوف الدنيا، معارض فرنتشر مثلا، هو بيشتغل في كبزنس في المجال بتاعه بالظبط كده، فهو بيسالني هو هل ده يعود ينفع ان هو يريبورت بالكلام دوت على البي دي يوز بعد ما ياخد السيرتيفيكت ولا لا. فهي الفكره انا استفدت ولا ما استفدتش، طب ايه واستفدت في ايه في الثلاثه دومينز. طبعا كبروجكت مانجمنت ان انا احضر معرض مش هستفيد حاجه الا لو انا بنظم معرض، ده وضع ثاني، يبقى انا عامل بروجكت ان انا بعمل بنظم معرض. اوكي، كليدرشيب برضه مش هستفيد حاجه، انا ممكن ادخلها تحت مسمى البيزنس دومين. البيزنس دومين انا بشوف ايه الاحدث وايه الحاجات الحديثه، ايه اللي ممكن ادخله في البيزنس بتاعي يبقى يمشي تحت البيزنس دومين. تكنيكال مش هتنفعك، انما لو كورس انت بتاخديه ليه علاقه بالبروجكت مانجمنت او ليه علاقه بال بزنس بتاع الانتيريور ديزاين او في علاقه بحته الليدرشيب والكلام دوت، سكيلز كلها بقى اي انتربرسونال سكيل هتاخديها هيبقى ليها علاقه بيها. اوكي، هتحصل، احنا قلنا الممارسه ايضا بتحصل من خلال، بس ليها ليبت. ماشي، اوكي، طيب نبتدي يا جماعه كده. احنا يعني انا عامل زي انتروداكشن كده مبسطه قبل ما ندخل في الماتيريال الخاصه بيه. احنا محتاجين الحقيقه الاول نبقى فاهمين يعني ايه بروجكت اصلا، على اساس لما نيجي نتكلم على اي تاسك بقى ونقول ده ينفع يبقى بروجكت ولا ما ينفعش يبقى بروجكت. طيب برضو قبل ما اخش على البروجكت نفسها كديفينيشن، حضراتكم عارفين ان احنا الكورس بتاعنا مبني على مجموعه من المراجع، اهمها البيمبوك، البروجكت مانجمنت بادي اوف نوليدج، صادر من البي ام اي. طيب عشان ممكن حد يبقى عنده سؤال، هو احنا شغالين على الاصدار رقم كام؟ السابع نزل من سنه، بس احنا شغالين على السادس، امتحان البي ام بي طبقا للاصدار السادس لحد ما البي ام اي يعلن خلاف ذلك. يبقى اذا احنا السابع ده نزل من شهر 7/2021 او سنه تقريبا دلوقتي، ولكن الماتيريال بتاعه الكورس اللي هي جايه من بي ام اي، يعني احنا ما فيش حتى مجال ان احنا نقول ايه ده في حد تاني بيدي على السابع، يعني ده كلام فارغ، مش حاجه اسمها كده. الكورس المعتمد من البي ام اي مبني على الاصدار السادس، لان الامتحان على الاصدار السادس لحد النهارده. البي ام اي ما قالش ان احنا الامتحان هيبقى على الاصدار السادس، وبالتالي
الامتحان ماشي طبقا للايه للاي سي او اكزامينيشن كونتنت اوت لاين اللي هو الثلاثه دومينز بالتاسك بتاعتهم وطبقا من ضمن المصادر الرئيسيه البين بوك الاصدار الثالث خلاص عشان بس احنا ما نبقاش عندنا لخبطه في الجزئيه ديت ونبقى فاهمينها كويس السابع موجود وبقى له سنه وكل حاجه ولكن اختبار البي ام بي طبقا للاصدار الثالث هو ده مش السابع اللي احنا بندرسه ده اسمه الاي سي او يعني الامتحان دلوقتي بقى تاسك والكلام دوت السابع ماشي متماشي مع التاسك بس يظل ان الامتحان طبقا للاصدار الثالث ماشي لنفس الاي سي او بس يعني نفس الاديشن يعني اللي هو اللي كنا بنقوله هناك بنقوله بشكل مختلف دلوقتي شويه بترتيب مختلف شويه بس هو يظل ده المرجع بتاعنا لسه الاصدار الثالث وليس خلاص كسورس يعني هبعته لحضراتكم مفيش مشكله ايه انا هبعت لكم شويه حاجات كده بعد الكورس على الجروب يعني على اساس الماتيريال اللي هو ينفع تتبعت يعني تبقى موجوده معاك اوكي طيب اما نيجي نتكلم بقى على الديفينيشن الخاص بالبروجكت معلش بس ايه لا نو حضرتك قلت لي صيدله مش كده عايزين نفتح صيدليه ده بروجكت ولا مش بروجكت بروجكت ايه رايكم مش بروجكت ليه مش بروجكت ليه بدايه بس ملوش نهايه اوكي اذا البروجكت لازم يبقى ليه بدايه ونهايه طب ما الناس بتقول انا عايز اعمل مشروع صيدليه ولا عايز اعمل مشروع سوبر ماركت ده خطا شائع ده مش مظبوط ده بيزنس وليس بروجكت بس على فكره برضو عمل الصيدليه برضو في حته بروجكت اللي هي ايه التاسيس وانت هتعمل صيدليه ازاي انت هتاخد مكان وتجهزه ده بروجكت لحد ما نقص الشريط وتشتغل الصيدليه خلص البروجكت وبدات اوبريشن بدا البيزنس يبقى اداره الصيدليه مش اداره مشروعات اداره البيزنس مش اداره مشروعات لازم نفرق كويس قوي البيزنس حاجه والبروجكت حاجه هو انا عشان ادير بزنس احتاج بروجكت مان لان انا هدير بزنس ده انا انفذ مشروعات انما الاوبريشنز حاجه مختلفه عن البروجكت البروجكت لازم يبقى ليه بدايه واضحه ونهايه واضحه انما الاوبريشن هي الحاجه الاون جوينج الحاجه المستمره ان انا كل يوم هفتح وابيع واعمل ده اوبريشن ده يبقى كانه بزنس خلاص احنا لما بنتكلم في بروجكت مانجمنت بنتكلم على بروجكتس فقط وليس operations وليس بزنس يبقى احنا اداره مشروعات خلاص وبالتالي الديفينيشن الخاص بالبروجكت البروجكت هو ايه temporary endeavor undertaken to create a unique product service or result هو مجهود مؤقت temporary يبقى ليه بدايه وليه نهايه هنفذه عشان احصل على منتج المنتج ده ممكن يكون product ممكن يكون service ممكن يكون result اوكي طيب البرودكت اللي احنا بنتكلم فيه منتج اطلع منتج زي ايه ممكن يكون كومبوننت اوف انذر ايتم جزء من حاجه اكبر منه بعمل كشاف بتاع عربيه الكشاف ده لوحده بعمل بروجكت عشان اطلع الكشاف ده يبقى ده برودكت انا بعمله او ممكن يكون انهانسمنت اوف ان ايتم يعني اصلا في الكشاف القديم وانا بحسن فيه او بعدل فيه او بعمل فيه تطوير ده ايضا بالنسبه لي برودكت او الاند ايتم اتسيلف ممكن اكون بعمل العربيه كلها على بعضها ايضا ده برودكت يبقى في الاخر انا طلعت حاجه ملموسه ده برودكت ممكن البروجكت يطلع لي سيرفيس نتيجه البروجكت ان انا حصلت على خدمه معينه حصلت على نقلت حاجه من مكان لمكان مفيش منتج ولكن في سيرفيس اتقدمت مديت مثلا كابلات كهرباء عملت موبايل كفرج وات ايفر يبقى ده انا قدمت سيرفيس وليس برودكت ما ادتنيش حاجه جديده ملموسه ولكن قدمت لي خدمه نتيجه البروجكت اللي تم ده اوكي بزنس فانكشن ذات سبورتس برودكشن اور ديستريبيوشن واخيرا البروجكت ممكن يطلع ريزلت ريزلت يعني ايه ريزلت ده ممكن يكون اوت كم حاجه نهائيه او حتى دوكيمنت يعني ان انا اطلع ديزاين في الانتيريور ديزاين دوت اطلع لك ديزاين
ده حاجه ده ايه ده اوتكم ده دوكيمنت اهو بطلعه لك ده نتيجه بروجكت اتعمل خلاص ان انا اكتب كتاب وانشره الكتاب دوت عمليه كتابه الكتاب وان انا انشره ده بروجكت عمليه الكتابه دي بروجكت طلع لي الكتاب دوت عارفين في مجلس الشعب بيسموا القوانين ايه مشروع قانون لحد ما يطلع هو فعلا كده الاوتبوت من المشروع دوت هو قانون دوكيمنت هيطلع نتيجه ان في شغل اتعمل عشان يطلع الدوكيمنت دوت يبقى كل مجهود مؤقت يطلع لي يا اما برودكت يا اما يقدم لي خدمه يا اما يقدم لي اوتكم زي الدوكيمنت هو في الاخر بالنسبه لنا ده بروجكت وطبعا ممكن يكون ميكس كومباينيشن ما بين الثلاثه يعني ممكن اكون بطلع برودكت وكمان بقدم سيرفيس في نفس الوقت او بطلع دوكمنت معاه او هكذا يعني ممكن يبقى من الثلاث حاجات دول. طيب الجزء بتاع التمبرري هو تمبرري يعني وقت قد ايه؟ اكتر من قد ايه ما يبقاش تمبرري؟ يعني لحد سنه لحد 10 سنين 100 سنه على حسب يعني كلمة temporary ديت لا تعني ان الوقت قصير مش حاجة ان احنا عشان بنقول temporary يبقى احنا قصدنا ان احنا بنتكلم في 6 اشهر او بنتكلم في شهر او بتكلم في سنة ده انا ممكن اقعد اعمل project اقعد فيه 20 سنة وبرضه يبقى temporary وهاخد معايا شغل مترو الانفاق قاعدين نعمل فيه ومرحلة ورا مرحلة ولاين ورا لاين خلاص هو في الاخر ايه مشروع كامل بيبقى هيقعد 50 سنه يقعد 100 سنه يتعمل لكن ماشي بالشكل دوت خلاص فاذا كلمه temporary لا تعني ان الوقت وقت قصير خلاص البروجكتس لازم يكون ليها بدايه واضحه ونهايه واضحه يبقى في بدايه وفي نهايه ما ينفعش ان انا هشتغل حاجه ومش عارف اخرها ايه يبقى انا مش هعرف اديرها كبروجكت لان انا لا هعرف اعمل خطه زمنيه ولا ابقى عارف اقول وانا هخلص امتى ايه ما هو مفيش بقى احنا شغالين وخلاص يبقى مش هينفع نطبق اللي احنا هندرسه كبروجكت مانجمنت على حاجه ما بتخلصش ما ينفعش لازم يكون حاجه ليها نهايه تارجت انا بسعى لتحقيقه عشان اقدر اشتغل بالتولز الادوات بتاعه البروجكت مانجمنت اوكي وطبعا اهم حاجه ان temporary لا تنطبق doesn't apply على البرودكت او السيرفيس او الريزلت اللي انا بقدمها. يعني انا مش معنى ان انا بنيت عماره قعدت فيها ست اشهر وبنيتها ان العماره ديت temporary. البرودكت اللي انا عملته دوت ملوش علاقه بالtemporary. خلاص ده هيعيش بقى يقعد 100 سنه يقعد 200 يقعد يعيش زي ما يعيش ملوش علاقه بالtemporary. temporary هو ايه؟ المجهود الاعمال اللي انا هعملها عشان اطلع لك البرودكت دوت. يبقى ده المقصود بالبروجكت بعد كده يتحول الى اوبريشن بقى تعمل له صيانه وتعمل له وتعمل له موضوع ما يخصناش احنا ايه ولكن يخص البروجكت مانجمنت هو الاعمال اللي هتستخدم لتنفيذ البرودكت او السيرفيس او الريزلت اوكي طيب اما نيجي نتكلم على ليفل البروجكت خلاص احنا بقينا فاهمين يعني ايه بروجكت هنلاقي ان احنا ممكن يبقى عندنا حاجه اسمها بروجرام برنامج ايه البرنامج دوت؟ البرنامج دوت عباره عن مجموعه من المشروعات البروجكتس البروجرام اكتيفيتيز السبسيدري بروجرامز هذه المشروعات المختلفه خلينا نركز على حته البروجكتس هنا اكتر لازم تكون ريليتد لبعض مرتبطه ببعض في علاقه تربط هذه المشروعات ببعضيها طيب انا للمشروعات ديت لو انا قدرت ان انا احط حد فوق الليفل بتاع البروجكت يرقص المشروعات ديت ويكوردينيت ينسق ما بين المشروعات ديت لانها ريليتد لبعض هحصل على شكل اداء احسن تنظيم احسن للمشروعات ديت بدل ما كل مشروع شغال لوحده رغم ان هم ليهم علاقه ببعض خلي بالك لازم يكونوا ريليتد لبعض ليهم ارتباط ببعض ارتباط سواء بقى مكان ارتباط زمان ارتباط ان انا بطلع حاجه من البروجكت دوت اديها للبروجكت تاني في رابط موجود يخليني ان انا اعمل البروجرام دوت عشان احصل على الاداء الاحسن زي ايه مثلا انا بعمل كوبري وبعمل طريق ده ممكن يبقى بروجكت وده ممكن يبقى بروجكت بس الاثنين في نفس المكان طب انا اعمل ايه ده ليه بروجكت مانجر وده ليه بروجكت مانجر طب انا انسق ما بين الاثنين لما ده يعمل حاجه الثاني يبقى عارف بيعمل ايه بالظبط انا انسق الريسورسز اللي هتشتغل هنا غير اللي هتشتغل هنا او يحصل التبادل يبقى عمليه الكوردينيشن ديت هتبقى بالنسبه لي احسن من كل واحد يشتغل وملوش دعوه بالثاني نقعد نعمل خمس ست كباري في نفس المنطقه وكل واحد شغال مع نفسه
ده بيقفل الطريق والتاني في نفس اليوم قفل الطريق والتالت قفل الطريق والدنيا كلها باظت. طب ما نعمل كوردينيشن ننسق ما بينهم، يبقى هحتاج ان حد فوقيهم اللي هو الليفل بتاع البروجرام. شرط البروجرام ان يكون في ريليشن، في علاقه ما بين المشروعات وبعضيها عشان اقدر اسميه ليفل البروجرام دوت. اوكي، لو ما فيش علاقه يبقى خلاص ده في حاله وده في حاله، وما فيش مش هستفيد حاجه ان انا نسق، مش هعرف مش هستفيد، ما فيش اي فايده ان انا اعمل الليفل بتاع البروجرام دوت. الليفل اللي اعلى كمان من البروجرام هو ليفل البورتفوليو. البورتفوليو هو مجموعه من المشروعات والبرامج وحتى الاوبريشنز اللي تدار تحت منظومه واحده، تحت اداره مركزيه. وهذه المشروعات والبرامج مش شرط تبقى ريليتد ببعض، لا عكس البروجرام كان لازم تبقى ريليتد، هنا مش شرط. امال ايه؟ انا ليه بحط دول تحت اداره واحده؟ عشان الاداره الواحده ديت عندها اهداف معروف عايزه تتحقق ازاي، وهتنفذ المشروعات المختلفه ديت لتحقيق الهدف اللي هي عايزه تحققه ايا كان الهدف. الهدف طبعا اللي حاطاه الشركه، السي او بتاع الشركه حاطط هدف معين، عايز يزود ربحيه، عايز ينفذ حاجه معينه، فهنعمل اكتر من مشروع واكتر من بروجرام ممكن كلهم تحت اداره واحده، اداره مركزيه للاداره، بحيث ان احنا كل المدير المشروعات اللي موجودين دول يبقى عندهم حد فوق شايف رؤيه شامله وبيوجه الرؤيه الشامله دي. يبقى البورتفوليو هو تحقيق اهداف استراتيجيه بالنسبه للاورجنايزيشن. يبقى احنا عندنا ليفل البروجكت، ليفل البروجرام، ليفل البورتفوليو. البروجكت ممكن يبقى لوحده، البروجكت ممكن يبقى من ضمن البروجرام، البروجكت ممكن يكون من ضمن البورتفوليو، برضه مش شرط، يعني مش لازم يبقى البروجكت من ضمن البروجرام، وارد يبقى من غير بروجرام او حتى من غير بورتفوليو. ولكن بشكل عام ده تسلسل الاداره ممكن يكون عامل عندنا ازاي. خلاص، يبقى كديفينيشن كده لما نتكلم، البروجرام هو defined as a group of related projects, subsidiary program and program activities managed in a coordinated manner. يتم ادارتها بتنسيق. To obtain benefits not available from managing them individually. عشان تحصل على فوائد ما كنتش هحصل عليها لو انا ادرت كل مشروع بشكل منفصل. هنا مديني اكزامبل على بروجرام. مثلا ايه؟ New communication satellite system. قمر صناعي للاتصالات عايزين نعمله. القمر الصناعي دوت عشان نعمله هنعمل مجموعه من المشروعات كلها تخدم على موضوع القمر الصناعي دوت. هعمل مشروع خاص بالديزاين بتاع القمر دوت، الكونستراكشن بتاع الساتلايت، الجراوند ستيشن، اعمل محطه ارضيه هتربط مع القمر الصناعي، عمليه الاطلاق اللونش بتاع الساتلايت ده اصلا ممكن يبقى بروجكت خالص لوحده منفصل، بس ليه علاقه بموضوع الساتلايت دوت. الانتجريشن ما بين كل الكلام دوت هو ده يعتبر ايه؟ ده يعتبر البروجرام اللي انا محتاج اعمله عشان انسق ما بين الناس اللي بتعمل القمر مع الناس اللي بتعمل المحطه الارضيه. يبقى ده بيستخدم نفس الاجهزه اللي لما ده القمر يطلع هيقدر يتواصل معاه بشكل صحيح، مش ده بيشتغل لوحده وده بيشتغل لوحده، وبعدين نيجي في الاخر مفاجاه ان احنا مش عارفين نتصل بالقمر الصناعي، وعمليه الاطلاق وهتتم ازاي مرتبطه بكونستراكشن هيخلص. كل واحد بروجكت مانجر شغال في جزئيه تخصه، بس كل واحد مرتبط في الاخر ان في لازم يبقى عارف هو المشروع الثاني اخباره ايه عشان انا هينعكس على الاداء وعلى الشغل بتاعي. اوكي؟ طيب البورتفوليو defined as a project, programs, subsidiary portfolios and operations managed as a group to achieve strategic objectives. يبقى البورتفوليو دايما تحقيق اهداف استراتيجيه، strategic objectives. هنا برضو example infrastructure organization، شركة شغالة في البنية التحتية has strategic objective of maximizing the return on its investment. الهدف الاستراتيجي بتاعها هو انها تكسب اكتر، تعظم العوائد المالية بتاعتها من تنفيذ المشروعات. may put together a portfolio that includes a mix of projects. تحط مجموعة من المشروعات المختلفة في مجالات مختلفة، oil and gas, power, water, roads, rails, airports، مشروعات ما لهاش علاقة ببعض ولكن كلها في الآخر تحت إدارة مركزية، حد واحد شخص ما، البورتفوليو مانجر دوت اللي بيدير ويشرف على كل المشروعات المختلفة ديت عشان يضمن تحقيق الهدف الاستراتيجي بتاع الأورجنايزيشن اللي هو يتحقق. ماشي يا جماعة؟ إيه؟ طيب. الأوبريشن هي مين الاوبريشنز؟ الاوبريشنز زي ما قلنا الصيدليه اللي شغاله بقى، العمل اليومي.
operation management is an area that outside the scope of formal project management. يبقى لما اجي اتكلم على operation management حاجه مالهاش علاقه بالproject management. ده حاجه وده حاجه. الoperation management مرتبطه بالongoing production of goods and services. حاجه المستمره. اداره مصنع ده operation. اداره صيدليه ده operation. اداره business ده operation. مالهاش علاقه خالص بالproject management. انا هستخدم projects ولكن في جزئين. طيب الاوبريشنز بتتقاطع مع البروجكتس. يعني احنا بنعمل مشروع يطلع برودكت، البرودكت دوت ممكن صيدليه هنديرها اوبريشنز، بعد شويه عايزين نطور الصيدليه فنعمل مشروع يعمل لي التطوير وبعدين نرجع نسلم تاني للاوبريشن تشتغل شويه وبعدين عايزين نعمل مش عارف ايه. كل حدث او كل تغيير هيبقى مرتبط ان انا بعمل بروجكت عشان اعمل تغيير في الاوبريشن اللي موجود. خلاص عايز احسن، عايز احدث، عايز اغير شكل النفس الديكور، كل ده هيبقى بروجكتس بتخش تنفذ جزء تطلع وتكمل اوبريشن بعد. اوكي طيب اما نيجي نتكلم عموما على المشروعات، اي مشروع بيبقى ليه حاجه اسمها لايف سايكل، دوره حياه. احنا قلنا ليه بدايه وليه نهايه. دوره الحياه ديت بتتكون من ممكن مرحله واحده او مجموعه من المراحل، سيريز اوف فيزز، مراحل، مرحله تخلص مرحله تبتدي او يبقى في تداخل او ايا كان شكل المراحل ديت. المهم ان احنا هذه المراحل بنهايتها خلصنا المشروع نفسه. يبقى المشروع ممكن يتكون من وان فيز او من اكثر من فيز. السيريز اوف فيزز ديت هي اللي تمثل دوره الحياه، البروجكت لايف سايكل. الفيزز بتاعتنا ممكن تكون سيكوينشال او اوفرلاب. سيكوينشال يعني متتاليه، نخلص مرحله نبتدي المرحله اللي بعديها، او اوفرلابنج تبقى متداخله، واحنا شغالين لسه في فيز 1 نبتدي فيز 2 قبل ما نقفل فيز 1. طيب it can be predictive or adaptive. predictive or adaptive المقصود بيها هنا يا اما اسلوب الاداره بتاعتها تكون اسلوب الاداره التقليدي البريدكتيف، او الادابتيف اللي هو يشمل الاجايل. هنبدا نتكلم دلوقتي على الاشكال المختلفه اللي ممكن ان احنا نستخدمها عشان نحصل على المنتج بتاعنا بتاع البروجكت بتاعنا. اسلوب الاداره نفسه اللي هو بنسميه الديفلوبمنت لايف سايكل، وده ممكن يكون بريدكتيف، تريتيف، انكريمنتال، ادابتيف او هايبريد. هنتكلم على كل واحده من دول عشان نفهم بالظبط ايه المفهوم من كل واحده. الشكل الاولاني من اسلوب الاداره اللي هو اسمه البريدكتيف، ويطلق عليه ايضا الووتر فول لايف سايكل، وده اللي بيستخدم في المشروعات التقليديه اللي احنا عارفين المشروع ده هيتعمل فيه ايه. احنا شركه مقاولات هننفذ، هنبني فيلا وبنينا 10 فيلل قبل كده، فنقدر من الاول ابريدكت، اتنبا بكل الخطوات فروم اي تو زد، هنعمل ايه من اول حاجه لحد اخر، كل الخطوات عندي وقادر ان انا اعمل خطه تشتمل على تنظيم كل الخطوات دي من اول ما هنبتدي نحفر لحد ما اسلم الكاستمر بتاعي. يبقى انا قادر ان انا ابريدكت كل خطواتي، وبالتالي عارف هعمل ايه، السكوب بتاعي معروف، هيكلف وقت قد ايه، هياخد وقت قد ايه، كل حاجه بالنسبه لي باينه، وبالتالي هعمل تخطيط للبروجكت من اوله لاخره. خلاص ده اللي اسمه البريدكتيف او الووتر فول لايف سايكل. هنا السكوب، التايم اند كوست are determined in the early phases of the life cycle. يبقى من الاول خالص عارف هعمل ايه، هيكلف كام، وهياخد وقت قد ايه. It doesn't deliver business value until the end of the project. المنتج بتاعك اللي احنا بقينا دلوقتي هنروح في حته حاجه اسمها business value. الفاليو القيمه اللي انا هديها للاورجنايزيشن او للكاستمر هتيجي امتى؟ لما اخلص، لما ابني الفيلا واشطبها واسلم، الفاليو كده وصل في الكاستمر بتاعي. ينفع يجي يقعد واحنا لسه ما خلصناش واحنا لسه بنشطب؟ مش هينفع، يبقى مش هيحصل على فاليو غير لما نخلص خالص. يبقى ده شكل الايه التقليدي البريدكتيف اللي يناسب شغل الكونستراكشن مثلا. انما في مشروعات ثانيه ممكن يكون زي الاي تي عندنا مشاكل ان احنا كل شويه بيحصل تغير في الطلبات. الكاستمر كان طالب ان انا اعمل له اي ار بي سيستم في البنك، وبعدين كل شويه بقى يطلع لي واحد يقول لي ما تزود لي الحته دي، ما تشيل لي الحته دي، طب اقلب لي الزرار ده فوق ونزل لي ده تحت. طبعا يبقى كل شويه وارد جدا ان يحصل تغيرات. ينفع اشتغل بريدكتيف من الاول؟ لا طبعا هفشل. والحقيقه ان هو اصلا سبب اختراع
اجايل هو فشل البريدكتيف في المشروعات اللي زي كده، مشروعات الاي تي تحديدا في بدايه 2000 او 2001 حصل ان كبار مصنعي السوفت وير في امريكا قعدوا مع بعض عملوا مؤتمر كده وقالوا يا جماعه احنا عندنا اكتر من ثلثين المشروعات بتاعت الاي تي بتفشل ما بتحققش الستاندرز بتاعت البروجكت مانجمنت اللي احنا الفكره بتاع البريدكتيف دوت ان انا اعمل خطه وتارجت وتتحقق ونخلص ونقفل المشروع ونمشي. مش عارفين نعمل كده ليه؟ لان احنا لو عملنا كده او هم شغالين فعليا بيحصل ايه؟ كل شويه الكاستمر يلاقي في حاجه جديده ظهرت في السوق، في منتج جديد بقى موجود، شاف حاجه عند حد عجبته وجاي يقول لك غير لي. ففكره التغيير الكتيره ديت لو انا اشتغلت بريدكتيف هتبقى بالنسبه لي مهلكه للشكل البريدكتيف، انا عامل بقى حسابات كوست وحسابات تايم كل ده كل شويه اتهد ونعمل تاني، اتهد ونعمل تاني تشينج. هو ينفع نعمل في البريدكتيف ينفع يتعمل تشينج بس التشينج دي اجراءات وغالبا هيبقى ماينور تشينج، انما تغير حاد وتام ومستمر مش هينفع نشتغل معاه في البريدكتيف. فتم اختراع الاسلوب بتاع الاجايل اللي هنتكلم عليه دلوقتي. ايه طيب الشكل الثاني من اشكال الاداره هو الاتريتيف لايف سايكل. الاتريتيف يعني التكراري، ان انا عباره عن ايه تكراري دوت، يعني كاني ما بطلعش من اي خطوه الا لما اتاكد انها تمام. ممكن اقعد اعيد وازيد في اي بروسيس في اي خطوه لحد ما اضمن انها اتعملت صح وبعدين اعمل الخطوه اللي بعدها. انا دلوقتي مثلا شغل الديزاين ده اتريتيف، لان انا عايز اعمل ديزاين واعرضه على الكاستمر والكاستمر يعمل لي ايه؟ يديني فيدباك. الفيدباك يا اما يقول لي كمل يا اما يقول لا غير لي وغير لي وغير لي. فانا اعمل ايه؟ ارجع واقعد اشتغل اغير شويه حاجات وبعدين ارجع له تاني اقول له ايه رايك؟ يقول لي كويس بس برضه اعمل لي كذا كذا، ارجع اشتغل تاني واروح. يبقى عمليه التكرار، انا بعيد شغل تاني اهو، كل يعني انا في الاخر مش عامل تسلسل وماشي زي القطر زي الشكل بتاع الووتر فول، لا ده انا كل شويه بعيد شغل انا عملته قبل كده ارجع اعيده تاني حسب الفيدباك اللي بيجي لي من الكاستمر. الهدف ايه؟ الهدف ان انا في الاخر المنتج يطلع مرضي للكاستمر بتاعي. يبقى انا ده بدايه فكر الاجايل كان جاي من الحته ديت، ان انا اقعد اعيد وازيد واعرض وارجع تاني اشتغل واعرض وارجع تاني اشتغل لحد ما يطلع المنتج النهائي في الاخر مقبول ومرضي عنه من الكاستمر بتاعي. اوكي؟ يبقى سكوب از ديتيرمايند ايرلي ان ذا بروجكت لايف سايكل بات تايم اند كوست استيميتس ار روتينلي موديفايد. التايم والكوست موديفايد بسبب ايه؟ بسبب حسب الفيدباك، يا اما تمام يا اما هنعيد يبقى هضطر اعدل الكوست، هشتغل شغل زياده هعدل التايم لان هاخد وقت زياده، يبقى ده هيخليني اقعد اعيد. ده ممكن ان انا اعمل له عمليه الموديفيكيشن دوت as the team's understanding of the product increases iterations develop the product through a series of repeated cycles. يبقى عمليه الايتريشنز ديت هتخليني احصل على البرودكت من خلال سايكلز متكرره، اقعد اعيد واشتغل فيها to allow feedback زي ما قلنا on completed or unfinished work to improve and modify that work. يبقى الورك اللي انا خلصته الفيدباك يا اما هيخليني احسن فيه او ان هو تمام اوكي او لا ده انا ممكن اكسر اللي انا عملته واعيده تاني. فده شكل من الاشكال اللي انا ممكن استخدمه في اداره الحاجات اللي فيها uncertainty عاليه برضه. طيب كان على التوازي في برضه حاجه اسمها الانكريمنتال لايف سايكل. الانكريمنتال لايف سايكل هو بالمناسبه قبل الانكريمنتال الاتريتيف لايف سايكل الفاليو هتوصل امتى للكاستمر؟ وانا شغال ولا في الاخر؟ في الاخر برضه. يبقى مش هيقدر يستخدم غير في الاخر برضه زي البريدكتيف. يبقى فعليا ما حققتش فاليو غير في الاخر خالص لما اخلص خالص. الانكريمنتال لايف سايكل لايف سايكل التزايديه. اللايف سايكل التزايديه ديت هو فكره ان انا احاول اوصل للكاستمر بتاعي فاليو بسرعه يقدر يستخدم البرودكت رغم ان انا ما خلصت الشغل خلاص. حتى في شغل الكونستراكشن ينفع يبقى عندنا حاجه اسمها انكريمنتال، بعمل كومباوند بس كذا فيز، وينفع مرحله تخلص وتتسلم وتسكن واحنا لسه ما خلصناش ولسه شغالين في المرحله اللي جنبيه. بعمل طريق 100 كيلو كل 10 كيلو يخلصوا اقدر اخلي العربيات تمشي عليهم رغم ان احنا لسه ما خلصناش شغل. يبقى ده انكريمنتال لايف سايكل يتميز بايه؟ كانه ايتريشنز
بس كل ايتريشن تخلص تطلع جزء من البرودكت يقبل الاستخدام، قابل للاستخدام، ينفع الكاستمر بتاعي يستخدمه. يبقى الفكره هنا قدرت اوصل فاليو بدل ما هو في اخر المشروع خالص، لا ده انا قادر اوصل فاليو للكاستمر يستفيد بيها بسرعه. ماشي؟ يبقى ده هو شكل الانكريمنتال لايف سايكل. The drabble is produced through a series of iterations that successively add within a predefined time frame to provide finished deliverables that the customer may be able to use immediately. The customer يقدر يستخدمها فورا. هنا the drabble contains the sufficient capability to be considered complete only after the final iteration. مش هقدر اقول ان الشغل خلص الا في اخر ايتريشن، الا في اخر مرحله لما اخلص خالص واقفل، اه انا كده خلصت البروجكت، ولكن انا قادر ان انا وانا شغال ادي الكاستمر بتاعي فاليو يقدر ان هو يستفيد بيه، يبقى ده الفاليو السريع. طيب جم الناس بقى بتوع الاجايل والاي تي دول وقرروا يعملوا حاجه تعمل ميكس ما بين الاتريتيف والانكريمنتال، يبقى شغال اتريتيف وكمان شغال انكريمنتال. فهو بيعمل لك ايه؟ عايز يطلع لك ابلكيشن، انت طالب منه يعمل لك ابلكيشن ايا كان نوع الابلكيشن دوت. فانت هتقعد سنه تشتغل في الابلكيشن دوت وتعمله لحد ما تخلصه خالص. وتيجي بعد سنه يقول لك ده انا شفت حاجه احدث من اللي انت عملتها لي دي، يبقى اذا انا من الافضل ان انا اعمل ايه؟ ان انا ما اقعدش السنه دي، امال اعمل ايه؟ انا محتاج اطلع فاليو بسرعه. قبل ما الدنيا تتحرك وتتغير بسرعه، فانا محتاج اشتغل له ابلكيشن. حتى لو بمواصفات قليله بس انا اديتك ابلكيشن استخدمه. طب ده انا لسه عايز حاجات وحاجات، اه يا سيدي ماشي جاي في الطريق، عشان كده احنا بنشوف ايه؟ ابديت، مش كل شويه بنلاقي ابديت على الابلكيشنز بتاعت الموبايل ديت في الاي تي عموما. ده الموضوع، ده الفكره، هو مش مستني ان هو يقعد يعمل الواتساب دوت من الاول خالص، عايز يحط مثلا الجروب يبقى عليه 500 واحد. طب عشان يقعد يشتغل في الكلام دوت ممكن يقعد سنين يشتغل فيه، فعمل ايه؟ في الاول خالص كان الجروب يشيل 50 واحد، قال لك خد يا عم اشتغل. المنتج بقى في السوق، الفاليو وصلت للكاستمر، تبيع وابدا انت ككاستمر ابدا استخدم، وانا كل شويه هطور لك في الفيتشرز وازود لك حاجات واعدل لك حاجات وادي لك فيتشرز جديده، بس انت استفدت بدري. كل ما تشوف حاجه جديده في منتج ثاني تعالى قول لي وانا هعملها لك. يبقى انا عامل ايه؟ انا كاني شغال معاه بالشكل دوت، بدي له منتج سريع. وخلي بالكم بقى عشان اديله المنتج بعمل عمليه الايتريشنز اللي هي اديني فيدباك، ايه رايك؟ جرب كده وقول لي. فهو ما يستخدم يدي لك فيدباك، يقول لك اوكي ده كويس، اوكي لا ده مش مظبوط، لا زود لي الحاجه دي، لا شيل لي الحاجه ديت. تبدا انت تاخد الفيدباك دوت ينعكس على الشغل اللي انت هتعمله في النكست ايتريشن، وفي نفس الوقت بتطلع فاليو بسرعه. يبقى عمل ميكس ما بين الايتريشنز فيدباك وما بين الانكريمنت الفاليو اللي بتطلع بسرعه، فعمل موضوع الاجايل دوت. خلاص؟ يبقى الاجايل اتبنى بالشكل دوت، الاجايل اللي احنا بنسميه ادابتف او بنسميه اجايل او بنسميه تشينج دريفن لايف سايكل، كله بينعكس على حته الرشاقه وان انا اتقبل التغيرات، مش بقى ما ابقاش زهقان وكل ما يجي لي الكاستمر يقول لي اعمل لي كذا، يوه تاني هنقعد هنعيد الشغل تاني. ما هو الفكره ان انا طالما شغال اجايل يبقى انا شغال عشان اتماشى مع التغيرات الكثيره اللي ممكن تحصل اساسا. اوكي؟ Combine iterative and incremental approaches in order to adapt to high degrees of change and deliver project value more often. يبقى انا متماشي مع التشينجز من خلال الفيدباك ومتماشي مع الفاليو اللي انا بطلعها بشكل مستمر. الاجايل نوعين او شكلين من اشكال الاجايل اللي موجود بيتم تنفيذها بشكل عام. في حاجه اسمها الايتريشن بيزد اجايل. ايتريشن بيزد اجايل انا بشتغل ايتريشنز متساويه الزمن، يعني باجي اقول هشتغل حاجه اسمها سبرنت. سبرنت مثلا مدته من اسبوع لاربع اسابيع، انا اتفق من اول البروجكت مثلا ان السبرنت دوت اسبوعين، يبقى انا كل اسبوعين هتطلع لي حاجه، الحاجه اللي هديك عليها فيدباك هتطلع لي، هتوريني نتيجه شغلك كل اسبوعين، توريني انت خلصت ايه، توري مين؟ توري الكاستمر. فالكاستمر يدي لك فيدباك يقول لك اوكي كمل، او يقول لك لا وقف وعيد لي حاجه زي كده. طب انا هستفيد ايه؟ هستفيد ان تكلفه التشينج اعلى في الاول ولا في الاخر؟ في الاخر.
لو استنينا حد ما خلصنا الشغل كله وبعدين قال لك لا مش عاجبني عيده، هتعيد كل الشغل ده ويبقى التكلفه عاليه جدا. انما لو بعد اسبوعين قال لك لا مش عاجبني، يبقى انت هتعيد شغل الاسبوعين او جزء من شغل الاسبوعين، وتخش في الاسبوعين اللي بعده تشتغل الجزء اللي انت عدلته دوت، وتشتغل الشغل الجديد اللي هتعمله، وبعدين تعرض عليه تاني، ها ايه رايك؟ تمام او لا عد لي كذا او غير لي في كذا. يبقى انت بتكلفه التشينج مش هتبقى كبيره، مش هاجي بعد خمسه سته ايتريشنز واعيد الشغل بتاع الايتريشن الاولانيه، ما انت شفتها من الاول وقلت لي تمام. هو ممكن يجي بعد خمسه سته ايتريشنز ويقول ويزود حاجه ما كانتش موجوده اصلا، او يقول لك الحاجه دي لا خلاص مش عايزها، ده مقبول اوكي ماشي. بس برضه فكره ان انت اول باول الفيدباك اللي انت بتاخده من الكاستمر يخلي المجهود والاهدار الوقت بالنسبه لك اقل. وحضرتك بتعملي ديزاين كل اسبوعين تقعدي مع الكاستمر تقولي له انا وصلت لحد كده، ممكن يقول لك من الاول اصلا لا اللي انت عاملاه ده السكتش لا اصلا مش عاجبني. يبقى بدل ما تعملي السكتش وبعدين تعملي تخش على الفي دي وكل بقى ده وقت وكل ده مجهود انت وفرتيه ان هو قال لك مش عاجبني عيديه، اعملي حاجه ثانيه او زودي هنا غيري الديزاين او غيري. انت من الاول انت اللي استفدتي برضو ان انت حتى مش هتعيدي مجهود كبير، هتعيدي مجهود صغير. خلاص؟ فاذا الايتريشن بيست اجايل هنا المدد الزمنيه بتاعت الايتريشن بتبقى متساويه. ده الاسلوب، ده النظام. كل اسبوعين كل ثلاث اسابيع زي ما اتفق من الاول، المهم ان البروجكت ماشي بنفس السيكونس من اوله لاخره. كل اسبوعين يبقى احنا كل ايتريشن مدتها اسبوعين. ونقعد بقى ريبيتد 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 لحد ما نخلص البروجكت بتاعنا. اوكي؟ طيب الشكل الثاني اللي هو الفلو بيست اجايل. الفلو بيست اجايل دوت ما بيشترطش ان مده الايتريشنز تبقى ثابته. فلاقي ان واحده كبيره، واحده صغيره، واحده اكبر وهكذا. يبقى مش المدد الزمنيه مش ثابته، مش متساويه، ولكنها مرتبطه بان المده ديت انت طلعت فيها برودكت يقدر الكاستمر يشوفه فعلا ويستخدمه ويدي لك الفيدباك عليه. يبقى مش مجرد ان انت اشتغلت شغل وتوريه للكاستمر، لا ده انت طلعت حاجه ملموسه هو قادر ان هو يديه. ففي حاجه ممكن تاخد في فيتشر ممكن تاخد مني اسبوعين، الفيتشر اللي بعدها تاخد اسبوع، الفيتشر اللي بعدها تاخد ثلاث اسابيع وهكذا. يبقى مش شرط ان يبقى كله زي بعضه. دي طريقه ودي طريقه. الايتريشن بيزد اجايل اللي بيستخدم فيها احد الطرق الشهيره في الاجايل اللي هي السكرام، الفلو بيزد اجايل بنشتغل بيها بطريقه حاجه اسمها الكامبان. يبقى عندنا سكرام وكامبان، سكرام ايتريشن بيزد اجايل، الكامبان الفلو بيزد اجايل. اوكي؟ طيب فاضل ايه؟ فاضل الهايبريد. هايبريد يعني ايه؟ هايبريد يعني ميكس ما بين الاجايل والبريدكتيف. يعني ممكن مشروع يبقى حته بريدكتيف وحته اجايل. وارد ينفع كده؟ ينفع. ايه المشكله؟ المشروع نفسه في ديزاين وفي كونستراكشن، طب شويه الديزاين نعملهم اجايل وشويه الكونستراكشن نعملهم بريدكتيف. يبقى انا قدرت اميكس ما بين الطريقتين شويه كده وشويه كده. ممكن يبقى الجزء الاولاني من البروجكت اجايل والجزء الثاني يبقى بريدكتيف. او ممكن يكون انا اصلا شغال بريدكتيف وفي نفس الوقت اجايل. شغال بريدكتيف بس بستخدم التولز والاسلوب الايتريشنز بتاعت الاجايل، فيبقى وده غالبا بيستخدم في عمليه الترانزيشن. انا بشتغل اصلا بريدكتيف وعايز ابدا اتعلم اجايل او عايز ابدا اشتغل بطريقه الاجايل، فاقول لك خلاص اشتغل زي ما انت بريدكتيف بس ابدا جرب والاساليب بتاعت الاجايل. او ممكن يكون المشروع كله بريدكتيف وحته اجايل، مشروع كونستراكشن والدنيا تمام وزي الفل بس في حته ما عملناهاش قبل كده، فالحته اللي ما اتعملتش قبل كده ديت اشتغلها اجايل، لان وارد ان انت ما تعملهاش صح من اول مره وتضطر تقعد تعيد وتزيد فيها، فاشتغلها احسن بالاجايل. ووارد كمان يكون البروجكت كله اجايل وفي حته بريدكتيف. هنعمل اي ار بي سيستم ومن ضمن السيستم اللي هنعمله دوت هندي تريننج للناس اليوزرز، التريننج دوت خططه بريدكتيف ما احنا عارفين اوله واخره، انما البروجكت كله اصلا شغال ايه؟ شغال اجايل. يبقى ده كل دي اشكال مختلفه من الهايبرد، ان انا ممكن اميكس فيها ما بين الاجايل والبريدكتيف. اوكي؟ طيب خلينا نشوف بقى الجدول دوت اللي بيوضح لنا بشكل مباشر الاختلافات اللي موجوده ما بين الاربع انواع البريدكتيف والتريتيف والانكريمنتال والاجايل. اول حاجه لما نيجي نتكلم على الريكويرمنتس، الريكويرمنتس اللي هي ايه؟ طلبات العميل مني عشان انفذها. في البريدكتيف هي فيكسد ثابته خلاص من الاول، الكاستمر طلب مني اعمل له 1 2 3 واضح ومحدد والدنيا تمام، وبالتالي
الريكويرمنتس تعديلها هيبقى في اقل الحدود، يبقى هي ريكويرمنتس ثابته. في الاتريتيف وفي الانكريمنتال وفي الاجايل هي دايناميك. دايناميك يعني ايه؟ يعني متغير، وارد جدا ان كل شويه يحصل تعديل، كل شويه يديني فيدباك يخليني الريكويرمنتس ديت يحصل فيها تغير. خلاص. طيب الاكتيفيتيز بتاعت البروجكت في البريدكتيف بيرفورمد وانس فور ذا انتاير بروجكت، كل حاجه بتتعمل مره واحده، خطوه ورا خطوه خطوه ورا خطوه لحد ما نخلص المشروع بالكامل. الاكتيفيتيز بتاعتي الاتريتيف ريبيتد انتل كوركت، الخطوه الواحده ما بطلعش منها الا لما تبقى سليم، اقعد اعيد، ممكن اعيدها اكتر من مره، بس المهم انها لو كوركت نقدر نطلع على الخطوه اللي بعدها. طيب في الانكريمنتال performed once for a given increment زي البريدكتيف، انا زي ما كنت بقول كده عندي كومباوند مراحل، كل مرحله كانها بريدكتيف لوحديها، هي الاكتيفيتيز هتشتغل فيها بريدكتيف، بس اجمالي البروجكت هو بقى شغال انكريمنتال. يبقى الانكريمنتال ده كانه حتت بريدكتيف بس حتت صغيره عشان اطلع فاليو بسرعه، كل مشروع كل فيز بريدكتيف لوحديها. خلاص. يبقى مش هكرر وانا شغال في الجزء البريدكتيف في الحته الصغيره في الانكريمنت ديت الطريق ال 10 كيلو دول هشتغلهم بريدكتيف وطلعت الطريق خلاص، يبقى انا تنفيذ ال 10 كيلو دول انا شغال بريدكتيف، وبالتالي هتتعمل كل اكتيفيتي مره واحده، مش هنقعد نعيد ونزيد فيها. طيب في الاجايل، في الاجايل خد من الاتريتيف ريبيتد انتل كوركت، يبقى كل اكتيفيتي هقعد اعيد فيها الايتريشنز ديت لحد ما الفيدباك يقول لي تمام خش على اللي بعده. يبقى الاجايل خد من الاتريتيف حته ريبيتد انتل كوركت. اوكي؟ ها؟ تمام؟ طيب الدليفري التسليم بيتم امتى؟ في البريدكتيف سنجل دليفري لما اخلص في اخر خالص هسلمه. في الاتريتيف برضه سنجل دليفري زي ما قلنا في الاخر لما اخلص خالص هسلمه. في الانكريمنتال frequent smaller delays، لان انا كل جزء خلص هسلمه، كل جزء خلص هسلمه، فده increment، وده اللي خده الاجايل frequent small delays. يبقى خد الاجايل خد من الاتريتيف repeated until correct، وخد من الانكريمنتال frequent small delays، يطلع لك حاجه بسرعه قابله للاستخدام ليها فاليو. طيب الهدف الجول ايه من كل واحده بقى من الثلاثه او من الاربعه؟ البريدكتيف ان انا مانج الكوست. مانج الكوست يعني ايه؟ ما انا حاطط خطه زمنيه لكل الاكتيفيتي بتاعتي من اول المشروع لاخره، وعايز انا وحاطط بادجت لكل اكتيفيتي، عارف هتتكلف كام، وهدفي ان انا امانج الكوست عشان انفذ بالبادجت اللي معايا. يبقى هدفي الاساسي وانا بشتغل بريدكتيف ان على قد الفلوس اللي معايا اللي انا مخططها هي ديت اللي تتصرف، مش اكتر من كده. في الاتريتيف الهدف correctness of solution، ان البرودكت يطلع correct، يطلع مرضي عليه من الكاستمر، يبقى مطابق للكاستمر عايز بالظبط، حتى لو اضطريت ان انا اصرف عليه شويه زياده، ما انا هعيد repeat until correct، يبقى هصرف زياده، يبقى بس الهدف هو ان correctness of solution. طيب الانكريمنتال الهدف speed of delivery، ان انا بسرعه بدي لك value تقدر تستخدمه، يبقى ده الهدف ان انا اشتغل incremental. هنا الاجايل الجول الكاستمر فاليو، يحصل على الفاليو بتاعته فايا فريكوينت ديليفريز اند فيدباك، من خلال حاجتين، الدليفري السريعه المتكرره والفيدباك كمان اللي هو هيديهوني عن كل دول ويقول لي تمام ولا مش تمام، لا عيد الشغل ولا ما تعيدش الشغل. عارفين مايكروسوفت لما بتنزل نسخه جديده من الويندوز بتنزل حاجه اسمها بيتا فيرجن. بيتا فيرجن ديت نسخه تجريبيه. يعني ايه نسخه تجريبيه؟ يعني بيعملوا بيها ايه؟ وكل واحد عنده نسخه اصليه يخليه يعمل داونلود ويجرب. ما هو الجرب ديت ليه؟ عشان تديله فيدباك. فالفيدباك اللي انت هتديه له تقول له اه والله ده احسن من النسخه اللي قبل كده، او ده اوحش من النسخه اللي قبل كده، لا النسخه اللي قبل كده اظرف. هو هيجمع الفيدباك دوت لما يجي ينزل بقى النسخه النهائيه بتاعته، هيبقى واخد في الاعتبار الفيدباك اللي جاله من النسخه التجريبيه دي. ده برده كان بدايه فكر الاجايل زي ما قلنا، هو فكر الجزئيه بتاعت الاي تي او السوفت وير. ايه؟ اي اسئله يا جماعه؟ صفر. تمام. طيب احنا اتفقنا من شويه، هنرجع بس على الحته ديت، ان احنا شغالين في الامتحان طبقا للاكزامينيشن كونتنت اوتلاين اللي فيه ثلاثه دومينز، كل دومين عليه نسبه مئويه من الامتحان، وكل دومين بيتكون من مجموعه من التاسك. عندنا البيبل دومين
عبارة عن 14 تاسك احنا هندرسهم في lesson 1 and 4. البروسيس دومين 17 تاسك هندرسهم في lesson 2 and 3. والبزنس انفايرمنت فيها 4 تاسك، وان كان يعني في الدراسة بتاعتنا هناخد فيه تاسك كمان خامس مش موجود في الاي سي او، بس هو موجود في الماتيريال بتاع الكي بار. كل دومين هو يمثل المعرفة السكيلز الرئيسية زي ما قلنا بتاعت كل واحدة من التالنت تريانجل، السكيلز المواهب بتاعت البروجكت مانجر، وكل تاسك يمثل الريسبونسبيلتيز المهام اللي البروجكت مانجر المفروض ان هو يكون ملم بيها هينفذها ازاي خلال التاسك ده. طبعا هي فعليا احنا بندرس مفصلين كل واحدة لوحدها، انما فعليا كل ده متداخل. يعني ما انا مش شغال اقول انا شغال كده بيكول دومين، ولا انا شغال بنفس تاسك تبع البروسيس دومين، ولا تبع البيزنس دومين. انا وانا بتكلم بمارس حياتي الطبيعيه ببرمج الكلام ده كله، بيحصل له انتجريشن مع بعضه، ولكن في الاخر محصله واحده تطلع بالنسبه لي. اوكي، زي ما قلنا ان اي بروجكت هو عباره عن لايف سايكل. اللايف سايكل بتاعته بتتكون من مجموعه من الفيزز اللي بتبتدي من اول starting the project لحد ما نصل الى ending the project. كل مرحلة من المراحل بتاعت البروجكت بتاعتنا يتم ادارتها بواسطة ما يسمى البروجكت مانجمنت بروسيس، عمليات ادارة المشروعات اللي موجودة في البيمبو في الاصدار السادس. 49 عملية، وده كان الامتحان كله بيتكلم في العمليات زمان، دلوقتي بقينا بنتكلم في التاسك زي ما قلنا، بس برضه هنفضل نتكلم على العمليات في البروسيس دومين. ال 49 عملية دول بيتوزعوا على خمسة جروبز بنسميها خمسة بروسيس جروبز، عمليات تخص الانيشيشن اللي هو بداية المشروع أو بداية الفيز مش شرط المشروع، عمليات البلاننج عمليات تختص بالتخطيط للمشروع، الاكسكيوتنج بروسيسز عمليات تنفيذ الأعمال، المونيتورنج اند كنترولنج عمليات التحكم والمراقبة، وأنا بشتغل لازم أعمل كنترول على شغلي. هو الكنترول ده بيتعمل فيه ايه؟ اللي انا موصفه ولا لا؟ يعني بعمل ايه؟ حلو قوي، في تنفيذ الشغل طبقا للمواصفات او الجوده او تقييم الشغل. طب انا عشان اقيم مش لازم يبقى عندي ريفرنس؟ مش كده؟ ايه الريفرنس بتاعي؟ اللي هو مين؟ الجدول الزمني اللي هو البلان، البروجكت مانجمنت بلان ده الريفرنس اللي انا هعمله. مش انا هعمل خطه عشان اشتغل عليها؟ يبقى انا عامل خطه وبشتغل باكسكيوت، وانا باكسكيوت بعمل كنترول على الاكسكيوشن بتاعي دوت. اتاكد من ايه؟ كنترول دوت عايز اتاكد ان انا ماشي طبقا للخطه ولا لا؟ وانا عامل بلان، وهتعمل بلان دي حاجه تكميليه يعني كده وحطيناها ركناها على جنب؟ لا، ده احنا عملنا الخطه عشان لما اجي اشتغل طبقا للخطه. واما اجي اقول هو انا شغال صح ولا لا؟ طبقا للخطه. هو انا بحقق التارجتس بتاعتي او الزمن اللي انا مطلوب مني ولا لا؟ طبقا للخطه. هو البادجت انا بصرف اكتر ولا بصرف اقل؟ طبقا للخطه. يبقى البلان هي الريفرنس اللي انا برجع له في عمليه الكنترول ديت. يبقى الكنترول هي عمليه مقارنه ما بين الفعلي الاكتوال وورك اللي انا نفذته والبلان اللي انا كنت مخططه، ونتيجه المقارنه ديت هتطلع يا اما الله ينور احنا شغالين طبقا للخطه، يا اما تطلع احنا احسن من الخطه كمان، ده احنا منفذين اكتيفيتيز ازيد وموفرين عن ايا كان يعني، او الاسوأ ان احنا دخلنا الخطه عندنا فيها مشاكل. طيب لو ده حصل يبقى يستدعي مني ايه؟ يستدعي مني ان انا عايز ارجع امشي طبقا للخطه. احنا مش بنعمل كده، احنا على فكره ممكن نعمل خطه ونبدا نشتغل طبقا للخطه وبعدين نبدا نبعد عن الخطه وبعدين نفضل بقى ماشيين بالبركه. لازم لو حصل ان انا بعدت عن الخطه ان انا اعمل ابديت للخطه عشان ترجع يبقى عندي ريفرنس اقدر اقيس بيه. فانا لو بقيت ماشي بالبركه مش هعرف اقيس، مش هعرف اقارن بايه؟ ما خلاص بقيت انا بتكلم في حاجه والخطه بقت في حته ثانيه خالص. انا طول ما عندي خطه هعرف اطلع الاداء بتاعي البرفورمانس كويس ولا وحش. لو ما عنديش خطه يبقى احنا ماشيين زي ما بنمشي كده وخلاص، ادينا خلصنا ما خلصناش قاعدين، ما بقاش عندنا
الاند بتاع البروجكت اللي كنا بنتكلم فيه ما بقاش بروجكت خلاص بقينا شغالين على البركه وهتخلصوا امتى يا جماعه؟ ان شاء الله شهرين والدنيا تتلم. ايوه يعني ايه يعني الكلام دوت ربنا يسهل. يبقى وبعد الشهرين ما يخلصوا ما خلصناش برضه فالدنيا فاتحه معانا ومش عارفين هنقفلها امتى. يبقى ما فيش بروجكت مانجمنت. بروجكت مانجمنت يعني بلان ويعني اكسكيوشن وكنترول على الاكسكيوشن طبقا للبلان. ماشي؟ لحد ما نصل الى الكلوزنج بروسيس جروبس العمليات الخاصه او هي عمليه واحده خاصه بالكلوزنج اغلاق او الختام للبروجكت او حتى الفيز. الخمسه بروسيس جروب دول بوزع 49 عمليه الجدول اللي جاي هنشوف فيه 49 عمليه دول متوزعين على الخمسه بروسيس جروب. وكمان الخمسه ال 49 عمليه دول بيتقسموا على حاجه اسمها نولج اريا. عندنا 10 نولج اريا. كل نولج اريا بتتكلم على حاجه نولج معينه. يعني عمليات تخص السكادول، عمليات تخص الكوست، عمليات تخص السكوب، عمليات تخص الكواليتي، عمليات تخص الريسورسز وهكذا. يبقى كل مجموعه من العمليات اللي ليها تحت بند واحد هو ده النولج اريا بتاعتنا. اوكي؟ برضو الكلام دوت متداخل. يبقى ادي عندنا ال 49 عمليه. السلايد ديت فيها 49 عمليه بتوع 49 عمليه متقسمين بالتقسيمه الرئيسيه ديت طبقا البروسيس جروب. يبقى ده الانيشيتنج بروسيس جروب عندنا فيه عمليتين، ادي واحده وادي الثانيه. البلاننج بروسيس جروب عندنا فيه مجموعه كبيره من العمليات اللي موجوده هنا. الاكسكيوتنج دي عمليات التنفيذ. المونيتورنج اند كنترولنج دي عمليات التحكم زي ما قلنا. الكلوزنج عندنا عمليه واحده. طيب التقسيمه الافقيه للعمليات ديت هلاقي ان العمليات دي كلها نحطها تحت الكاتيجوري بتاع الانتجريشن مانجمنت، تكامل اداره المشروعات. اصلا عمليه الاداره للمشروعات ديت فيها تكامل ما بين ايه؟ ما بين اللي تحت ده كله. ما بين السكوب مع السكادجول مع الريسورس مع الكواليتي، التكامل دوت كله بيتم على الليفل دوت الليفل بتاع الانتجريشن. هنا هنلاقي عمليات السكوب مانجمنت اللي هو الاعمال، ان انا احدد الاعمال بتاعتي اللي انا هعملها وازاي اعمل عليها كنترول. الاقي السكادجول مانجمنت، ان انا اعمل خطه زمنيه هشتغل الاعمال بقى بتاعتي الاكتيفيتيز ديت نفسها هتاخد وقت قد ايه، تبتدي يوم كام وتخلص يوم كام، وبالتالي اقدر اقول المشروع كله هيبتدي يوم كام ويخلص يوم كام، وازاي اعمل كنترول على السكادجول بتاعي. عمليات الكوست مانجمنت تكلفه، عمليات الكواليتي مانجمنت اللي فيها الكنترول كواليتي او الكواليتي كنترول، ان انا اطلع المنتج بتاعي اختبره قبل ما اوديه للكاستمر عشان اتاكد ان هو مطابق للمواصفات. عمليات الريسورس مانجمنت، ان انا اشوف الريسورس بتاعتي واحصل عليها منين وهجيبها ازاي، وكمان كنترول على الاستهلاك بتاعها. عمليات الكوميونيكيشن مانجمنت، ودي تختص بتبادل المعلومات الخاصه بالبروجكت، التقارير المفترض انها تطلع وتتوزع على اي من الستيك هولدرز بتوعي. الريسك مانجمنت، عمليات الخاصه بتقييم الريسك اثناء التخطيط، وبعدين لو حصل ريسك ان انا انفذ الاجراءات اللي انا مجهزها اصلا من الاول، وبرضه ازاي ان انا اعمل مونيتور على الريسك دوت. عمليات البروكيورمنت، البروكيورمنت اللي هو تدبير الاحتياجات من خارج الاورجنايزيشن، ان انا عايز اجيب اشتري حاجه سبلايز من بره الاورجنايزيشن، عايز اجيب سب كونتراكتور اديله حته من السكوب بتاعي اديله جزء من الشغل واديه له هو ينفذه، كل ده بيتم من خلال البروكيورمنت مانجمنت. عمليات الستيك هولدر مانجمنت او الستيك هولدر انجيجمنت اللي هو التعامل مع الستيك هولدرز بتوعي، وان انا احط اسلوب منظم للتعامل مع الستيك هولدرز عشان اضمن اعلى سبورت للبروجكت، ان الناس كلها اللي انا بتعامل معاها كلها تدعم البروجكت. طب في واحد بيريزست مش عايز المشروع دوت يتعمل لاي سبب إن كان، مفترض ان انا اعمل ايه؟ اسيبه يريزست هيعمل لي مشاكل؟ لا، ده انا هشوف ايه الطريقه اللي ممكن انا اتعامل معاه بيها عشان اقلل الريزستنس بتاعته، او لو قدرت كمان اقلبه الى سبورت يبقى ده مطلوب. خلاص؟ يبقى العمليات ديت كان زمان ده الكورس بتاعنا الحقيقه، العمليات دي وخلاص. دلوقتي وكل عمليه نقعد نقول بقى الانبوتس والتولز بتاعتها والاوتبوت بتاعتها. دلوقتي لا، احنا مش بناخدها بالشكل دوت، ولكن بنغطيها بشكل كبير في البروسيس دومين، وبنجيب سيرتها برضه في البيبل دومين سواء في ليسون 1 او ليسون 2. اوكي؟ اي اسئله يا جماعه؟ اوكي ماشي. هترضيه ازاي؟ شوف بقى، ما هي الفكره. هو طبعا مفيش حاجه احنا بندرسها
هي ده حاجة بشرية. انت لازم دورك بقى هنا ان الراجل اللي بالإدارة دوت اللي بيرزست لازم تعرف هو بيرزست ليه، واكيد يعني مش صاحي من النوم جاي يرزست وخلاص، هو في سبب ما بيخليه انه هو مش عايز الحاجة دي تتعمل. فانت دورك ان انت تجيب الروت كوز، السبب الجذري ليه هو بيرزست، ولما تفهم هو ليه بيرزست هتقدر تحل المشكلة، هتقدر هو ليه مش عايز الحاجة دي تتعمل، هو ده اللي انت هتقعد تفكر فيه بقى وتعرف عشان كذا. هو متضايق ان البروجكت ده بيتعمل عشان ده لما يتعمل مثلا هيمكنوا الشركه فهيمشوا الناس اللي تحتيه، فيبقى هو لوحده في مثلا في الـ في الـ في الاداره دي، او الشغل هيبقى زياده عليه، او بيعملوا سيستم جديد وهو اصلا راجل تقليدي ومش بيحب يشتغل على الكمبيوتر اصلا، فمش عايز اصلا تعمل له لا سيستم ولا بتاع. انا ما صدقنا عرفنا السيستم القديم اصلا بيشتغل ازاي ومش عارف ليه بالعافيه، هتغير لي كمان مش ناقص. ففي كل حاجه ليها سبب. طيب هو ده ما انت ما تفهم السبب هتبدا تشوف ايه اللي ممكن اعمله. هو ممكن مش فاهم افهمه، هو ممكن ان هو يكون خايف ان الموضوع معقد اقعد معاه وابسط له الامور واوريه ان الدنيا لا دي سهله وظريفه، وبص ده بص اهو ده خطوتين والموضوع ما حصلش حاجه. يعني هي الفكره كلها لازم تعرف ليه بيرسست، وبناء عليه تفكر وتشوف ايه اللي ممكن تعمله معاه عشان ان هو يسقط. واحد بقى جاي خلقه ضيق، ده موضوع ثاني، مش بروجكت مانجمنت، ما يخصش الموضوع ده. هتحله برضه خلي بالك، يعني وتحاول تجيب له حاجه يشربها ولا كوبايه ليمون وتهدي كده برضه، ما ده نفس الفكر يعني. ايه؟ طيب يا جماعه اونلاين اي اسئله؟ اوكي طيب السلايد دوت هو الاخير بالنسبه لنا هنا في البرزنتيشن ديت، خلينا ناخده، نعرف احنا ممكن نكون دخلنا يعني قربنا على الساعه، بس يعني خلينا ناخده ونخلص. السلايد دوت انا حاطه لان هو مهم بالنسبه لنا، ان هو يفهمنا المايند سيت بتاعه البروجكت مانجر. احنا زي ما قلنا بنعمل اول خطه، خلاص الخطه ديت ببدا انفذها من خلال عمليات الاكسكيوتنج. يبقى عمليات الاكسكيوتنج ديت هتنفذ لي البلان. عمليات الاكسكيوتنج ديت بتطلع حاجه اسمها الورك بيرفورمانس داتا. الورك بيرفورمانس داتا دوت اللي هو العمل الفعلي الاكتوال وورك، ده اللي انا هبدا اخده واشتغل عليه عمليات الكنترول. يعني ايه؟ احنا عندنا الاوضه ديت عايزين ندهنها، خلاص ده البلان انها تدهن تاخد 5 ايام. طيب فعليا احنا النهارده دهنا نص الاوضه، ده ايه اكتوال؟ دهنا نص الاوضه ديت في يوم، ده اكتوال، ده ورك بيرفورمانس داتا. اما اجي اقول انا دهنت نص الاوضه في يوم بس، هل ده ليه معنى؟ ها؟ ما هو بدل 4 يبقى انا ما قلت بجيب الصفر ل4 بقى، خلينا نقول يبقى انا مش هيبقى له معنى الا لما ارجع واقول هو انا كان المفروض اكون مخلص قد ايه اصلا في اليوم دوت؟ ده انا المفروض كنت اخلص الاوضه كلها في 5 ايام، يعني في اليوم اكون مخلص 20% الربع مثلا، انما فعليا انا خلصت النص. هنا بقى في معنى، بقى في معنى ان انا سابق الجدول الزمني بتاعي، انا عملت شغل اكتر من اللي كان المفروض يتعمل، يبقى ده انا هخلص بدري عن المفروض ان انا كنت اخلص فيه. يبقى يبدا عمليه الترجمه دي تحصل امتى؟ لما يبقى عندي البلان وقارن بيها الاكتوال. الاكتوال اللي هو خلصنا ربع الاوضه في يوم، كان مفروض نخلص ربع الاوضه ديت او مثلا الربع ده خلصناه او النص خلصناه في يوم، وكان مفروض نكون مخلصين ربع بس. يبقى هنا المقارنه ديت هي اللي بتطلع حاجه اسمها انفورميشن. الانفورميشن دي ليها معنى بقى، ان انا خلصت الربع وكان مفروض اكون مخلص النص، انا متاخر، او خلصت النص وكان مفروض اكون مخلص الربع يبقى انا سابق، او خلصت الربع وكان المفروض اخلص الربع يبقى انا ماشي طبق البلان، الدنيا كده تمام معايا. يبقى عمليه الكنترول بيحصل فيها ايه؟ مقارنه ما بين الورك بيرفورمانس داتا اللي هو الاكتوال، الوقت الفعلي، التكلفه الفعليه، الريسورسز اللي استهلكت فعليا، اي بقى عمليه يعني ايا كان الحاجه اللي انا بعمل عليها كنترول، ومقارنه الكلام دوت بالبلان ينتج انفورميشن ذات معنى. المعنى اللي هو ايه؟ انا وفرت وقت، انا خدت وقت اطول، انا كده هتاخر، انا صرفت اكتر من اللي كان المفروض اصرفه، انا استهلكت اكتر من اللي كان المفروض استهلكه، انا وفرت في الريسورسز،
يبقى المعنى هيبقى في الانفورميشن. الانفورميشن ديت هي اللي بتروح فين؟ هي اللي بتروح لعمليه اسمها الاوفر اول كنترول. الاوفر اول كنترول ديت احنا عندنا كام نولج اريا؟ قلنا 10 نولج اريا، واحده انتجريشن وتسعه تانيين. في كل نولج اريا في عمليه كنترول بتبص على النولج اريا ديت، يعني في كنترول على السكوب عملنا ايه وما عملناش ايه، في كنترول على السكادول نفذنا وقت قد ايه وكان المفروض ناخد وقت قد ايه، في كنترول على الكوست، في على الكواليتي، في على الريسورس وهكذا. وفي الانتجريشن الاوفر اول بقى كنترول اللي هو بيعمل ايه، هات لي بقى السكوب اخباره ايه والسكادول اخباره ايه والبادجت اخبارها ايه والكواليتي اخبارها ايه والريسورس اخبارها ايه. يبقى ياخد من كل عمليات الكنترول ديت انفورميشن ويجمع ده كله ويطلع وورك بيرفورمانس ريبورت اللي هو تقرير. تقرير فيه كل حاجه، تقرير لما يجي يتكلم على الاوضه بقى ديت مش هيتكلم بس على ان احنا دهمنا قد ايه وكان المفروض ندهن قد ايه في وقت، وهتكلم كمان وكلفنا كام وكان المفروض نتكلف كام، واستهلكنا قد ايه ريسورسز وكان المفروض نستهلك قد ايه، والاعمال اللي تمت ايه واللي لسه فاضل ايه. يبقى كل الكواليتي طلعت مشاكل في الجوده بتاعت الشغل دوت ولا لا مفيش مشاكل وهكذا. يبقى التقرير الريبورت هيبقى شامل كل حاجه احنا عملنا عليها كنترول. خلاص؟ فاذا الاكسكيوشن يطلع لي داتا، الداتا ديت بتدخل على عمليات الكنترول تقارن بالبلان عشان اطلع انفورميشن، الانفورميشن ديت بتتجمع في الاوفر اول كنترول عشان اطلع ريبورت. التقارير دي الهدف منها ايه؟ التقارير ديت الهدف منها الاعلام والاخبار، ان انا عايز ابلغ حد بحاجه ما، الحد دوت ممكن يكون بقى الكاستمر، ممكن يكون التيم، ممكن يكون سبونسر او المانجر بتاعي، اي حد انت عايز تبلغه. وبالتالي الريبورت دوت المفروض يروح على البروجكت كوميونيكيشن. عمليات الكوميونيكيشن هي عمليه التوزيع الديستريبيوشن للريبورتس على من يهم الامر او من يخص الامر، اذا كان تيم ممبرز او ايا كان من الستيك هولدرز بصفه عامه. ماشي كده؟ يبقى ده السيكونس اللي احنا ماشيين بيه. طيب التقرير الريبورت دوت قد يظهر مشكله. المشكله ديت عايزه تتحل. عشان احل المشكله، المشكله هتبقى ايه؟ خلاف ما بين الاكتوال والبلان. مش كده؟ في فاريانس ظهر عندي يستدعي التعديل. يبقى انا لازم اعمل ايه؟ اعمل حركه تصحيحيه عشان يا اما اخلي البلان تمشي مع الوضع الجديد، يا اما اخلي اللي جاي اقدر ارجعه للبلان ويمشي مع البلان زي ما كان. خلاص؟ ده يستدعي مني ان اعمل ايه؟ يستدعي مني ان اعمل حاجه اسمها تشينج ريكويست. اي تعديل لازم ان هو يتعمل بشكل منظم، ان هو شكل التشينج ريكويست. تشينج ريكويست دوت بيدخل على عمليه اللي هي البروجكت تشينج كنترول. العمليه ديت ان انا بعرض على من عنده الاثوريتي، مين عنده صلاحيات ان هو يقول اوكي عدل. مش ممكن يكون البروجكت مانجر وممكن ما يكونش البروجكت مانجر، ممكن يكون اي حد حسب ما احنا واحنا بنخطط حطينا فلان هو المسؤول. ممكن يبقى السبونسر بتاعي، المدير بتاعي، ممكن يبقى الكاستمر لازم يوافق، ممكن على حسب زي ايا كان نوع المشروع. يبقى اللي عنده الاثوريتي ان هو يقول اوكي اذا وافق يبقى هنحصل على ابروفد تشينج ريكويست. تشينج ريكويست متوافق عليه من اللي عنده الصلاحيات انه يوافق، او لو رفض يبقى ريجكتد تشينج ريكويست. طيب لو اتوافق على التعديل ايه اللي ممكن ان هو يحصل؟ ان باقي العمليات بتاعه المشروع هتتاثر بالتعديل بقى اللي تم دوت، وبالتالي هحتاج ان انا اعمل ابديت على البروجكت مانجمنت بلان اند بروجكت دوكيومنتس. الخطط اللي انا كنت عاملها اساسا لازم تتعدل، يحصل لها ابديت عشان ابدا اكسكيوت طبقا للابديتد بلان. ماشي؟ طب بس كده؟ لا مش بس كده، ما انا التعديل دوت لازم ابلغ بيه برضه. ابلغ مين؟ كل اللي مهتم، كل اللي كان السبلاير اللي كان هيجيب حاجه الاسبوع الجاي وهقول له لا ما تجيبش الاسبوع الجاي، هات الاسبوع اللي بعده عشان عملنا تعديل. يبقى لازم برضه ابعت التشينج دوت على من خلال الكوميونيكيشن لكل من يهم الامر، سواء التيم او ستيك هولدرز بصفه عامه. كل واحد مفترض انه يعرف ان حصل تعديل ما في الخطه، في التوقيتات، في البادجت، في ايا كان اللي اتعدل في السكوب حتى، يبقى لازم ان انا ابلغ الكلام دوت عشان الناس كلها تبقى عارفه الوضع الجديد شغال ازاي. ماشي كده؟ ده الفلو تشارت دوت يعني اسلوب التفكير او اسلوب الاداره بصفه عامه، خلينا نقول كده واحنا شغالين، بس ده الاقرب الى البريدكتيف.
لان احنا في الاجايل مش بنحتاج الابروفد تشينج ريكويست. الاجايل معمول اصلا عشان ما اقعدش اخش في البروسيس بتاعه ان انا ارجع ومين عنده صلاحيات ويوافق ولا ما يوافقش. احنا عاملين الاجايل اصلا عشان الناس هتغير رايها كتير، فمش هقعد اعمل كل شويه الكلام ده، هو يغير وانا اقول له ماشي اوكي ونبدا الايتريشن بعديها على الوضع الجديد. ماشي يا جماعه؟ في اي سؤال يا جماعه؟ مش شرط، حسب الاورجنايزيشن، حسب البروجكت، حسب حاجات كتيره هتحدد الريبورت دوت. ممكن حسب انت ممكن يطلب منك ريبورت كل اسبوع، وممكن يطلب منك احنا عايزين تقرير كل شهر، وممكن يطلب كل يوم يعني يتصل بينا ويقول لنا ايه اللي حصل وايه اللي ما حصلش. يعني هتختلف، مش ومش شرط الاورجنايزيشن نفسها، ده نفس الاورجنايزيشن من مشروع لمشروع حسب اهميه المشروع. مشروعات مهمه ده احنا عايزين تقرير كل ساعه الاخبار ايه، ومشروعات مش مهمه كل اسبوع بعرفونا الدنيا حصل فيها ايه. تختلف. ماشي، اي اسئله يا جماعه؟ اونلاين يا جماعه اي اسئله؟ طيب خلينا بقى نطلع بريك، معلش هو ده السلايد الاخير. خلينا نطلع بريك دلوقتي 10 دقائق. اقول لكم حاجه، نطلع بريك ولا نخلص السلايد دوت ونوقف؟ ها ممكن نخلص السلايد ده دكتور ونوقف بعد. طيب هو اصل في برزنتيشن ثانيه كانت عن الاجايل، بس انا شايف احنا ايه بدانا نفك كده، وهيبقى فاضل معانا ثلث ساعه مش هلحق برضو ان احنا نشتغلها بشكل صحيح، انا عايزها على بعضيها يعني. فخلينا نخلص السلايد دوت ونقف كده النهارده، زي ما بقول النهارده كله اصلا يعتبر انتروداكشن، وحتى الجزء الاولاني المحاضره الجايه هيبقى برضو انتروداكشن في الاجايل، وبعدين نبدا نتكلم بقى في الماتيريال بتاعتك. اوكي. طيب بشكل سريع يا جماعه، احنا اتفقنا ان احنا عندنا لايف سايكل اللي هي مراحل المشروع اللي بتبتدي من ستارتنج ذا بروجكت لحد كومبليتنج ذا بروجكت. في مرحله بنسميها البري بروجكت وورك، ما قبل المشروع. بنعمل ايه قبل المشروع؟ ده البلان في اول في المشروع. قبل المشروع نعمل ايه؟ هو الحقيقه مش مفترض ان احنا اللي نعمل، هي الشركه المفروض هي اللي تعمل. تعمل ايه قبل المشروع؟ ماشي، كونتراكت. اوكي حلو. يعني خلينا نقول نعمل المشروع ده ولا ما نعملوش، مش كده؟ مش قبل المشروع لازم نقول هنعمله ولا ما نعملوش؟ ده اسمها ايه؟ نعمل المشروع ده ولا ما نعملوش، ده اسمه ايه؟ ليها اسم كلكم عارفينه والله. دراسة الجدوى المشروع. كلكم عارفينه، دراسة الجدوى هو ده اسمها اهو، بترجم بالعربي دراسة الجدوى من المشروع، نعمله ولا ما نعمله؟ ما ده المعنى الحرفي، دراسة الجدوى الاقتصادية من المشروع الفلاني. يعني أنا أعمل المشروع دوت ولا ما أعملوش؟ ده اللي بيتم ما قبل المشروع. البي بروجكت وورك هو ده اللي بيحصل فيه عمليه النيدز اسسمنت، اشوف الاحتياجات ايه اللي انا محتاج ان انا احصل عليها، وابدا اعمل البيزنس كيس. البيزنس كيس هي دراسه الجدوى بتاعه المشروع. دراسه الجدوى ديت اللي هنحط فيها الاوبجكتيفز بتاعه المشروع اللي احنا عايزين ننفذها، واللي هتقول نعمل ولا ما نعملش، جو اور نو جو، جو ننفذ، نو جو لا مش هنفذ المشروع دوت، ده مش هيحقق لي اهداف، او ده هيخسرني، او ده الريسك بتاعه ما اقدرش اشيله، او ما اقدرش اتحمله، او ايا كان. حسب بقى دراسه الجدوى ما هتقول نعمل ولا ما نعملش. يبقى ما قبل المشروع بيتم عمل دراسه الجدوى البيزنس كيس، بيتعمل حاجه ملحقه بدراسه الجدوى اسمها البنفيتس مانجمنت بلان، خطه لان انا اقول ايه البنفيتس، ايه العوائد اللي هتيجي عليا من تنفيذ المشروع دوت، وتبقى واضحه البنفيتس ديت ومحدده سواء كانت ماديه او معنويه، عشان لما نخلص المشروع نرجع ونقدر ونقول حققنا الاهداف ولا ما تحققتش الاهداف، البنفيتس جت ولا ما جتش. لو البنفيتس بتاعت المشروع اللي احنا اثناء دراسه الجدوى قلنا عايزينها تتحقق ما جتش، يبقى المشروع ده نجح ولا فشل؟ فشل رغم انه اتعمل. النجاح والفشل هنا مش نجاح وفشل المشروع او البروجكت مانجر، نجاح وفشل المشروع بالنسبه للاورجنايزيشن اللي عملته عشان
هدف ما. لو الهدف ده ما تحققش رغم ان المشروع اتعمل وزي الفل وخلص في وقته وخلص بالتكلفه المرصوده وكل حاجه بس ما تحققتش الاهداف، يبقى المشروع فشل في تحقيق الاهداف. خلاص، فده اللي لازم يتعمل قبل المشروع عشان اقدر اقول المشروع بتاعي جاب النتيجه ولا ما جابش النتيجه. هي مش فكره ان انا اعمل المشروع وخلاص، هي فكره ان المشروع لما يتعمل لازم يبقى فيه اهداف ولازم تتحقق الاهداف عشان اقول المشروع ده نجح، غير كده مش هقدر احكم. طيب، يبقى ده بيتم قبل المشروع. مع بدايه المشروع ببدا اطلع ما يسمى البروجكت شارتر، هنبدا نتعرف عليه بقى ان شاء الله لما ناخد المحاضرات، اللي هو يعني كده دوكيمنت رئيسي هحط فيه المعلومات الاساسيه عن المشروع بتاعي. ناس بتوع الاي تي ممكن اقرب شويه لحته البروجكت شارتر دوت، ممكن يكونوا استخدموه. معلومات عامه عن المشروع هتبقى في البروجكت شارتر دوت. المشروع بتاعي بيتكلم عن ايه، وصف كده للمشروع بشكل عام، الوقت المفترض بشكل عام ان احنا ناخده، المايلستونز التوقيتات الرئيسيه، شويه معلومات كده هتبقى موجوده في البروجكت شارتر دوت. وبعدين لما هبتدي انا كبروجكت مانجر اشتغل طبقا للبروجكت شارتر دوت، هبدا اطلع البروجكت مانجمنت بلان، خطه اداره المشروع اللي لازم تتعمل في الاول عشان ننفع ان احنا نشتغل ويبقى عندي خطه بشتغل طبقا. ده سيكونس مفترض ان هو يبقى ماشي بالشكل دوت يا جماعه. ماشي؟ اوكي؟ ها اي اسئله؟ اوكي تمام، اتفضل. احنا خلصنا كده يا جماعه؟ اتفضل. محتاج التسجيل، احنا اتكلمنا في الموضوع التسجيل ده يمكن قبل محاضرتك دي. التسجيل يا جماعه تاني هقول، سياسه البي ام اي اللي احنا ملزمين باتباعها بتفرض على الاكاديميه هنا باعتبارنا مركز معتمد من البي ام اي عدم التسجيل. ففعليا مش هنقدر ان احنا نشير الريكوردز دي، بس اللي احنا بنوفره بدل الموضوع دوت، اي حد من حضراتكم حابب ان هو يحضر اي محاضره مع اي جروب تاني في اي وقت تاني من هنا لمده سنه قدام، is most welcome. يقدر يجي في اي وقت ان هو يحضر محاضره اثنين ثلاثه اونلاين زي ما انتم عايزين. يبقى ده اللي بيعوض موضوع الريكوردز، لان احنا مضطرين ان احنا يبقى عندنا نتبع البوليسي بتاعت البي ام اي. والله هي فعلا خارج ايدينا تماما. محاضرة النهاردة مسجلة، ليه؟ مفيش ماتيريال من بي ام اي، وهنشير المحاضرة بتاعت النهاردة مفيش مشكلة فيها. إنما أول ما هنبتدي بالماتيريال بي ام اي مش هنبقى قادرين، بنسجل، بس نسجل ليه؟ لأن ممكن حد يبقى محتاج جزء. ده المسموح بيه، إن أنا أبعت أو إن الأكاديمية تبعت لحد شخص ما جزء من محاضرة. إنما المحاضرات بالكامل يعني قد يصل الأمر إن الاعتمادية بتاعت البي ام اي نفسها تتبنى من الأكاديمية. ده البوليسي بتاعت البي ام اي. ماشي؟ نورتونا يا جماعه، ويا رب يعني يكون البدايه كده كويسه وموفقه معاكم. وزي ما قلت قبل كده، اللي حابب الناس الاونلاين انه يبقى حاضر معانا فيزيكال اهلا بيه. الناس اللي حاضره فيزيكال في اي وقت حابه تقلب في اي محاضره عايز يبقى ما يجيش ويبقى اونلاين برضو، مفيش اي مشاكل خالص في الجزئيه دي. اوكي؟ ان شاء الله محاضراتنا هتبقى من 3 ل 6 كل يوم جمعه. طيب ماشي يا جماعه، اشوفكم على خير ان شاء الله. شكرا يا سيادتك. شكرا. ماتيريال بس ممكن بقى تبقى عندك الماتيريال تطبعها وتبقى معاك الماتيريال. الحاجات ديت اللي هنزلها ماتيريال. انما حاجات البي ام اي زي ما قلت دي اللي هتنزل هتعملوا الاكسس فيه هتعرفوا تعملوا. بتاعت البي ام اي هتنزليها، بتاعت هنا الاضافات هنزلها مش مشكله. اللي حابب ان هو يعمل كده انا ما عنديش مشكله خالص. كويس. حلو، وده مطلوب. جميل. واكثر من مشروع. حلو، مفيش حضرتك يعني خلي ده ماشي معاكي خلاص، لان احنا برضو لما هنبتدي الحقيقه مش هتلاقي الخطوات ماشيه ورا بعضيها، فاحنا مش هنعرف بقى ايه نجيب نقول ان دي الخطوه الاولانيه ودي الخطوه الثانيه ودي الخطوه الثالثه، مش هنشتغل كده. هنتكلم الاول خلاص بيبول دومين، هي كلها نولج كده ملهاش علاقه،
وبعدين نرجع نخش على الكروس دومين دي يمكن المترتبه شويه كخطوات، وبعدين نرجع تاني للبيبل دومين. فهي فكره خطوه ورا خطوه ورا خطوه، ده بنيجي في اخر الكورس خالص بقى بنعمل كده في اثناء المراجعه بتاعتنا تربيط الكلام دوت بقى كخطوات. اول حاجه ايه، ثاني حاجه ايه، ثالث حاجه ايه، رابع حاجه ايه، خامس حاجه إيه؟ وهكذا بقى كسيكونس بقى نشتغل بيه. مفيش مشكله خالص، مفيش مشكله. ولو احتجتي اي حاجه في اي وقت مع حضرتك يعني قولي لي انا بعمل كذا، طب انا وقفت في الحته ديت، طب ايه المفروض يتعمل بعد كده، مفيش مشكله خالص. تمام. مع الراوند الجديده بقى ما فيش حد حاليا يعني مستنيين، احنا بقى لسه الكورس اللي هيبتدي بعد كده اللي هيبقى فيه ليكشر 1 ديت مثلا اللي محتاجاها تاني ديت موجوده دلوقتي.